بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا قبل ما أوجه كلمتي أن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكل الضيوف الموجودين أو الجاليات اللي موجودة. أنا ما بحبش أقول كلمة جاليات الحقيقة، لأن إحنا هنا في مصر حريصين جدا على أن إحنا نبقى نتعامل مع بعضنا البعض على أن إحنا مواطنين. أي حد له حق المواطنة في مصر. فبرحب بيكم أهلا وسهلا. إنني أود الإعراب عن سعادتي الغامرة باحتضان الإسكندرية لهذا الاحتفال بإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر. فليس أدل على عمق الأواصر بين الشعوب الثلاثة من هذه المدينة التي أرصد عائمها الأولى الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، لتصبح إطلالة مصر على شاطئ المتوسط ونقطة التقاء الحضارات وحاضنة الثقافات والتراث. لا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر إلى صديقي فخامة الرئيس أناستاديس على إعادة قبرص لعدد من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة. كما أسهمت الهجرات اليونانية والقبرصية الحديثة إلى مصر اعتباراً من نهايات القرن الثامن عشر في إثراء تعددية المجتمع المصري، حيث شارك اليونانيون والقبارصة إلى جانب إخوانهم من المصريين في إحداث نهضة تجارية وثقافية وفنية. اسمحوا لي أن أشكر الصديق الصدوق الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته على هذه المبادرة الرائعة، وهي مبادرة قد تم احتضانها منذ اللحظة الأولى سواء من جانبنا في قبرص أو من جانب اليونان، ولا يمكن إلا أن تعد ونشعر بتأثر بالغ لي شخصيا وأيضا لبقية الوقت القبرصي لوجودنا في إحدى أكبر مدن الزمن القديم. اسمحوا لي والصديقات والأصدقاء أن نعبر عن امتناننا إلى الشعب المصري الذي احتضن من اللحظة الأولى المغتربين القبارصة وجعلهم يشعرون بمصر كأنها بيتهم. مرة أخرى أود أن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية على الضيافة الحارة والتنظيم الممتاز لهذا الحدث، وأيضا الصديق العزيز رئيس جمهورية اليونان سيد بروكوبيس بابلوبوس وعلى إسهامه وعلى محاضرته التي سوف تلي بعد ذلك وستوفى تكون هامة جدا. شكرا على حسن الإصغاء. دليل تاريخي إن هذا المكان كان أول مركز علمي للإنسانية. الحضارة العربية نقلت إلى عصر النهضة. هذه هو المسار التاريخي هنا في الإسكندرية. هناك مثال آخر، مثال مكتبة الإسكندرية، المكتبة الجديدة، وهذا هو بالضبط الذي أتحدث عنه، التي تأسست وأنشئت على أساسات المكتبة القديمة. وهذه المكتبة الجديدة قد أخذت الإرث من مكتبة العصر الهليني عن جدار، ومكتبة الإسكندرية تواصل مسيرتها الآن من خلال البريق الحضاري الذي تبثه. أيها الصديق العزيز السيد عبد الفتاح السيسي، قامت الرئيس نشكركم بحرارة لإعطائنا هذه الفرصة أن نحيا هذه اللحظات التاريخية في الإسكندرية. الإسكندرية التي هي مصرية ولكن هي ملك لكل العالم كرمز يرمز إلى الماضي ويرمز إلى المستقبل. شكرا جزيلا. We'll be right back.
مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. مصر واليونان وقبرص مثلث بيستند إلى جذور في العلاقات، في التاريخ، في الحضارة، على اعتبار أن العلاقات بين المصريين واليونانيين علاقات لها جذور ولها امتدادات حتى الآن بنشوفها كثيرا وبتتابعها في الأفلام المصرية القديمة. هتلاقي لازم تلاقي في الأسماء اليونانية، وهتلاقي في حتى بعض صناع الفن وصناع السينما وصناع المسرح كانوا من اليونانيين. هتلاقوا في أسماء محلات شهيرة، هتلاقوا في تزاوج بين العائلات المصرية واليونانية. وبتكلم طبعا قبرص لأنها انتوا عارفين ان يعني هي ايضا امتداد لليونان يعني. وفي المشكلة اللي قائمة مع تركيا، القبارصة اليونانيين في مواجهة مخططات تركيا لتقسيم الجزيرة ومحاولة استخدام هذا الصراع يعني لحساب ولمصالح خاصة متعلقة بها يعني. طب هل المثلث ده موجه ضد تركيا؟ مش فقط يعني موجه ضد تركيا، صحيح في تلاقي مصالح في مواجهة عداء تركي واضح وسافر، ولكن كمان في مصالح اقتصادية اللي هي اتفاقات الغاز اللي هتجلب الخير علينا جميعا يعني، واللي بالتأكيد هتنال النصيب الأكبر من المباحثات. لكن زي ما بقول لكم في بعض الدول اللي في بينها وبين بعضها علاقات قديمة وعلاقات تاريخية كبيرة، ولما تشوفوا هتلاقوا أن اليونانيين كانوا جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري ومن الفن المصري ومن الثقافة المصرية، وده هتلاقوه كمان ما زال موجودا في اليونان. ولو شفتوا احنا لما جبنا لكم ممتلكات مصر في اليونان اللي بحثنا عنها وطلبنا باستردادها، وشفتوا ازاي في كفالة او قولة قديما مدينة محمد علي التي جاء منها محمد علي، وبعد سنوات قليلة أصبح حاكما لمصر وحكمت أسرته مصر حتى عام 1952 بقيام ثورة يوليو. فهتلاقوا العلاقات فيها حكايات وفيها جذور وفيها تداخل وتزاوج بين العائلات. خلونا نبدأ القضايا المحلية من جديد. هنسأل تاني، ما كل هذا العنف؟ احنا في عصر الصورة وعصر الكاميرا اللي بتسجل لقطات قد يعتقد أصحابها انه محدش شافها، لكن الكاميرا بتصور، وبنلاقي في عنف شديد في المجتمع. وشفنا مشاهد مختلفة، المشهد اللي هنشوفه ده كمان من المشاهد اللي هنشوفها. لا على طول المشهد التاني، مش ده التاني، طيب لغاية ما نجهز لكم الفيديو ده بس اللي موجود. طيب هنضطر نأجل الموضوع لغاية ما هو في 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 مشاهد يعني في زاويه تانية اكثر. هو ده اللي انا اقصده بقى، هو ده. نكمل المشهد، نكمل. نكمل المشهد ده هنا ده يعني اعتداء. أنا لسه بسأل ليه كل هذا العنف يعني؟ خليني أسأل الضحية اللي شايفينها بيتم الاعتداء عليها، بس أنا عايز المشهد يا جماعة من البداية كده، والست داخلة عليها من البداية بس. أنتوا ليه مقطعينه كده؟ نشوفه تاني. نشوف المشهد من البداية. طيب هنا
زي ما بقول لكم، انا بس اللي بيهمني ايه اللي بيخلي العنف ينتشر بشكل كبير كده في المجتمع. هي داخله اهيت هتبتدي بقى تعتدي على فتاة بتبيع اهو في محل، اعتداء قاسي جدا، مش عارف رجعتوا تاني ليه. يعني هنا الناس بدأت تدخل عليهم. خلينا أسأل سلمى الضحية. سلمى عبد الله، سلمى أهلا بيكي. ألو سلمى، أنت عندك سلمى؟ أهلا بيكي. ألو، أيوه سلمى، سمعاني؟ أيوه حضرتك سامعاك. أهلا بيكي يا سلمى، أهلا بيكي. أهلا سلمى، أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 16. 16؟ أو انت بتشتغلي في المحل لا ده لا، انا في دراسة وبقعد في المحل ده بتاع والدتي. يعني انت في دراسة وبتشتغلي علشان تنفقي على نفسك يعني. ايوه حضرتك، ده هو محل والدتي وانا بقعد فيه. ده محل والدتك. ايوه وعندك 16 سنة. ايوه ايه بقى، ايه اللي يخلي واحدة ست تدخل عليكي كده بهذا الهجوم الشديد يعني؟ والله حضرتك هو ما فيش سبب، هي لوحدها كده دخلت وانا قاعده، ولا اصلا كنت حتى الموضوع في دماغي، انا قاعده عادي جدا وهي اقتحمت المحل معقولة بدون سبب؟ بدون سبب حضرتك. هنا ضربتك بإيه بقى يا سلمى؟ هي بايديها، وكان في ايديها في مفاتيح حديد، هي حتى علمت على وشي المفاتيح الحديد اللي كانت في ايديها. طيب انت عندك اصابات؟ حضرتك انا عندي شرخ في مناخيري وارتجاج مطرح ما خبطتني في دماغي، ومطرح الشد طبعا ان هي شدتني جامد من شعري جدا، وكدمات بقى في جسمي مطرح الخبطات. المشهد لما هتكملوه كده يا جماعه هتلاقي هي اهو لسه بتشد في شعرها كده. انت عندك شقه بتقولي شرخ فين؟ في انفي. واضح انها يعني ماسكه في شعرك كده. ما طيب ايوه احنا انتوا جبتوا يا جماعه السيده هي مش عايزه تعلق. طيب انا مندهش طبعا، ايه اللي بيعمل كل العنف ده ليه؟ وبعدين ده بنت عندها 16 سنه، ولو في خطأ يا جماعه الناس تلجأ دايما للقانون. طب ما انت اصبحتي متهمه، ومشاهد وصور فضحت عنفك وقسوتك. يعني هتقول بعد كده اصلها مش عارف شتمتني، اصلها عملت ايه. هنا خدوا يا جماعه، خدوا حقكم بالقانون. لو سيبنا ده كده هنلاقي الناس كلها نلغي المحاكم ونلغي القانون، ودي الحاجات اللي زي ما بقول لكم الحاجات البسيطه اللي بتحصل بينكم. طيب بس انت تعرفيها سلمى، هي صاحبه محل جنبكم؟ هي في الدور اللي فوقينا، ليها محل اخر في الدور اللي فوقينا. طيب خلينا نشوف احد شهود العيان اسمه استاذ علاء رجب. استاذ علاء، استاذ علاء سامعني يا استاذ علاء؟ طيب لغايه ما نجيب له استاذ علاء تاني. انا بس واخد دي لقطه كده، بنت عندها 16 سنه بتساعد والدتها في المحل، تدخل واحده اهو، شايفين الغل والعنف مهما كانت بقى اسبابك. هي بالتاكيد هتقول انها هتلاقي عندها اسباب، يعني لانه سلمى مش معقول ما فيش اسباب، بس مهما كانت الاسباب. طب هي بتقول ايه؟ هي بتقول ايه السبب؟ يا سلمى سامعاني يا جماعه؟ سبب حضرتك، هي نفسها بتقول ايه السبب؟ هي بتقول ان انا مره شتمتها، وانا اصلا عمري ما اشتم، ولا عمري اصلا اتكلمت معاها. بتقول ان انا شتمتها بلفظ معين وهي طالعه، وانا اصلا وهي طالعه انا كنت داخل المحل. طيب هو ما هو ده اللي انا متوقعه انها هتقول، بغض النظر تقول ما تقول، زي المحامي امبارح اللي شفناه. يعني احنا ليه بنجيب لكم اللقطات دي؟ في النهاية محامي اعتدى على موظف في النيابة،
لو عندنا اللقطة يا جماعة نذكر الناس بيها كمان بتاعت المحامي كده، اللي هو كمان الكاميرا بتصطاد. احنا في عصر الصورة وعصر الكاميرا، انت بتعتقد انه محدش شايفك، وتقول بقى لما ادخل اديله جوزين اقلام وبوكس في وشه واخد حقي، يعني تلاقي نفسك في السجن يعني. وخد حقك بالقانون يا سيدي مهما كان، اهو ده المحامي بتاع امبارح، وفي النيابة، ده في النيابة وده موظف نيابة، وهو قال كمان هو شتمني. شتمك، ما في ناس كتير بتبقى ماشية في الشارع في حد بيشتمها، فهل الناس تاخد حقها بايديها؟ هيقول لك يعني طب لو شتمك تعمل ايه؟ في شهود واقفين كده، هاخد حقي بالقانون وهتستطيع. انما انت دلوقتي كده اصبحت متهم، يعني المحامي دلوقتي في السجن اهو بيضرب، اهو المحامي في السجن، هل هو خد حقه كده؟ ما خدش حقه. ودي من الجرائم اللي لا يجوز، يعني هم بيعملوا تصالح دلوقتي، من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، لا ينهي القضية يعني، لان في حق المجتمع على اعتبار ان ده اعتداء على موظف عام. هنا المشهد اللي احنا شفناه التاني، بنت 16 سنة حتى يعني لو عملت اي حاجة محضر، البنت دي شتمتني وعدم تعرض، انما شوفوا الغل ورايحة وجاية ودخلت وضرب وشد من شعرها والناس بتحاول انها تلحقها. احنا في عصر الكاميرا والصورة، هتلقطك هتكشفك، حتى لو انت صاحب حق ستصبح متهما بالبلطجة، هتصبح متهما بالاعتداء على حد. حد شتمك اعمل محضر، خد حقك بالقانون. انما شايفين مشهد وماسكة في الشعر مش عايزة تسيبه، وبنت طفلة يعني سلمى 16 سنة طفلة بتساعد والدتها. استاذ علاء شاهد عيان. استاذ علاء اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. ايه السبب في العنف ده كله يا استاذ علاء؟ والله يا فندم احنا ما نعرفش ايه السبب في العنف، يعني المدام نشوى كانت طالعه قصادنا لابسه جزمه بكعبه، وكانت طالعه في منتهى الشياكه واتفاجئنا ان طلعت، كنت انا بالصدفه طالع في نفس الدور، في الدور اللي تحتيهم طالع في نفس الدور، اتفاجئت ان هي نازله بشبشب، والناس اللي زمايلنا اللي شفناهم برضه ان هي دخلت قلعت الجزمه ولبست شبشب وقلعت الذهب، واتفاجئنا بوضع اللي حضرتك شايفه. يعني بتعمل ده علشان تستعد يعني للخناقه انها داخله تضربها يعني. هو الموضوع كان باين ان هو في استعداد، يعني كان باين قوي 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 ان في الاستعداد، ان هي كانت طالعه فاضي شخصيا، كان شكل غير اللي انا شفته جوه الخناقه، ان هي ده بين طلوعها والخناقه ما كملش ثلاث اربع دقائق يعني. ما كملتش، ما كان الموضوع صعب، وطبعا الضرب كان صعب جدا 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 بدرجه صعبه يعني. انا شايف ان الحقيقه يعني صعبان عليا البنت الصغيره جدا حضرتك يعني. حضرتك احنا ما كناش عارفين نحوش يعني، احنا وصلنا لمرحله احنا مش عارفين نحوشها يعني خلاص. لو انت حضرتك على الفيديو قصادي حضرتك، ده كان في واحد اسمه استاذ احمد اهو داخل اهو، حاول ان اهو بص اهو بيحاولوا، ما حدش عارف ده يعني، كان ضرب مبرح بطريقه غير طبيعيه، انا حسيت ان كان في طربنه من بعض يعني، انا مش عارف. هو عامه اللي اعرفه عن سلمى، انا بقالي سنه في المول، اللي اعرفه عن سلمى انسانه مؤدبه، انسانه اخلاق جدا، اخلاقها عاليه، ما شفتش منها حاجه وحشه. اللي شفته ضرب بصراحه مش معقوله يعني، ده بصراحه ده مش ده ضرب حيوان مش بني ادم بصراحه. بشكرك استاذ علاء. و سلمى الف سلام. سلمى الاصابات اللي عندك كبيره بتقولي يعني، ما يعني ما انت ما بتعرفيش تنزلي دلوقتي؟ لا حضرتك ما بنزلش خالص. بتقولي شرخ وايه تاني؟ إيه شرخ في مناخيرك يعني؟ شبه ارتجاج في دماغي مطرح الشد طبعا والخف. طيب وهنا عملتوا بلاغ والنيابه حققت؟ عملنا بلاغ وعاملين تقرير طبي. كله موجود يعني. طيب اشكرك يا سلمى، وان شاء الله يا جماعه القانون القانون، والا هتصبح اهو ست داخله كاميرا كشفتها زي المحامي، دخل المحامي السجن، والست دي كمان لما النيابه تحقق معاها لانه اعتداء واضح اهوت وسافر، هتقول اصلها عملت فيا،
طيب ما انت ما عندكيش هنا بقى في دليل اهو واضح. فكرة اما اخد حقي بايدي والعنف المنتشر في المجتمع الجأ للقانون هتاخد حقك، وهتاخد حقك وانت بتحترم نفسك. يعني دايما نقول للناس ده، ويا سيدي خلي عندك يعني قوة هيقولك شتمني فاسكت، ما حدش قالك تسكت. انما ما عندكش وسيلة تانية تاخد حقك الا بالقانون. كل الناس بتشتم ليلا ونهارا، انما الفارق انك تاخد حقك بالقانون ولا تاخد حقك بما يحولك الى متهم، اهو زي ما انتم شايفين الحاله. بشكركم يعني عشان ما نديش للموضوع، بس هو اللي انا اقصده زي ما شفنا في واقعه المحامي من شويه، وزي ما شفنا في وقائع السحل اللي بنشوفها والسيوف والسكاكين كل ده بيكشف فيه حالة عنف متدرج من الشارع لمحلات زي دي يعني، لكن في حالة عنف شديدة في المجتمع، وفي كده شعار لما اخد حقي بإيدي، هو أنا لسه هعمل بلاغ ولا اروح اعتدي عليها وأدبها واضربها وبعد كده تدخل انت السجن، ويبقى فيه المشهد اللي بينم عن العنف المنتشر في المجتمع. تعالوا بسرعة واحنا بنناقش، طبعا احنا هنجيب لكم بعد شوية التفاصيل المتعلقة بقضية الحاجة سعدية. اعتقد ان احنا يعني البرنامج الوحيد الحرص انه كل يوم يومين ثلاثة نعمل اتصالات علشان نقول لماذا لم يتم الافراج عن الحاجة سعدية حتى الان، رغم يقين السلطات السعودية والسلطات المصرية أنها بريئة من تهمة جلب الترامادول للسعودية. هي ضحية واحد بيطلعها عمرة للأسف الشديد، استغل عمل الخير في عمل شيطاني آخر، حط لها الترامادول في الشنطة وقال لها خدي الشنطة دي معاكي. الست ببساطتها الشديدة وعفويتها خدتها، ألقي القبض عليها في السعودية. بالصدفة بنتها سجلت للراجل لأنهم تشككوا يعني، وقالت طب أنت مديني شنطة ليه يا ابني؟ فبنتها بتسأل السمسار اللي في النص، فالمكالمة سجلوها، ودي كانت مدخلا حتى لتعاطف الجميع مع الحاجة سعدية ببساطتها. وعايز أقول لكم وإحنا حتى بنناقش القضية كان البعض بيقعد يقول ايه يعني مجايز ما تدي احتمال 5% حتى انه تكون انها اتفقت معاهم تعمل كده يعني. فنقول لهم لا، انت عندك مؤشرات واضحة المعالم، عندك بساطة سيدة بعفويتها الشديدة بتلقائيتها، لا يمكن ابدا تعمل كده، بدليل ان السلطات السعودية منذ البداية تعاملت معاها على انها ضحية وعملوها كويس جدا. صحيح طولت الإجراءات القانونية شوية، لكن لما كنا بنسأل فكانوا بيقولوا مفيش بديل إلا إن السلطات المصرية تنتهي من التحقيقات، وبعد كده التحقيقات ذهبت للسلطات السعودية، والسلطات السعودية أخلت سبيل الحاجة سعدية من خلال النيابة اليوم. وانا كنت حتى قبل الحلقة بكلم السفير حازم رمضان قنصل مصر في جدة، لانه كمان القنصلية المصرية لما يبقى في نموذج في القنصلية المصرية لعبت دورا كبيرا في حل قضايا من هذا النوع لازم نشكرها ونشيد بيهم ونقول لهم ابليتم بلاء حسنا. واتمنى تكون هذه القضية نموذجا للتعاون والبحث في كل قضايا ومشاكل المصريين، نشوف كده قضايا المصريين. تعالوا نشوف لو عندنا لقطات بتاع مظاهرات الحاجة سعدية واللقطات القديمة أذكر الناس بيها، نشوفها بسرعة.
ودي ظاهرة كمان ربما لم نشهدها من قبل، إن أهالي قرية يطلعوا بالكامل تضامنا مع سيدة من هذه القرية، كلهم عندهم يقين إنها مش ممكن تكون تاجرة ترامادول ولا مخدرات، ولا يمكن إنها تدخل بده للسعودية. يعني ده ست عايزة قبل ما تموت تعمل عمرة، تتعلق بهذا الأمل، فتقع في إيد شيطان، شيطان شيطان، ويجب محاسبة الشياطين والسمسار والسماسرة، لأنه في مجموعة في النص يعني، وما كانوش هيطلعوها هي بس، ده كان في أفواج احنا جبناه لكم على التليفون، الستات اللي كانت هتطلع وكانوا هيواجهوا نفس المصير، يعني نفس المصير كانوا هيواجهوه يعني. فالحمد لله انتهت قضية الحاجة سعدية. أهم ما فيها، أهم ما فيها، شوفوا إزاي المجتمع المصري يتكاتف مع بعضه حينما يشعر بأن في إنسان مظلوم. والحقيقة الشعور ده لا يمكن يأتي بشكل جماعي كده إلا إذا كان صادقا، مش ممكن يجي بشكل جماعي ومن الجموع المصريين والسعوديين أيضا. الحاجة التانية هو أنه ده كمان بمثابة نموذج لكيفية تعامل سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج مع مشاكل المصريين. عشان كده كنت لسه بقول من شوية هنا، لما تقوم القنصلية المصرية في غدة في جدة بهذا الدور البارز والمهم جدا في الاهتمام بهذه القضية ومتابعة كل تفاصيلها، هنا ده كمان ساهم على الأقل في أن يبقى المتهمة اللي موجودة تشعر بأن بلدها معاها، لأن الست دي كان ممكن تقع مننا على فكرة، يعني قبل ما تقوم بتبرئتها والإفراج عنها كان ممكن تقع مننا يعني. لكن وجود القنصلية المصرية معاها وإحساسها بأن المجتمع المصري معاها كمان، ده ساهم في أنه ده نموذج. أقول ست شوفوا يعني والله الوجه يشع ضوءا ببساطتها وعفويتها، وانا قلت لكم يا شبه كل امهاتنا، هتلاقوا فيها البساطه والتلقائيه والعفويه، عشان كده الناس حبوها تضمنوا معاها وطلعت هي صادقه. كان البعض يقول لك ما تدي احتمال كده ان الست دي تكون اتفقت معاهم يعني وعايزه تحسن مستوى اولادها ولا حاجه يعني، نقول لهم يا جماعه لا يمكن الحب الجماعي ده والغضب الجماعي من الناس لابد أن يكون صادقا وينطلق من إحساس بأن الست دي مظلومة فعلا يعني. شايفين حتى الناس يعني الأهالي، ما حصلش المشهد ده قبل كده، أنه في حد يسجن في بلد خارج مصر ويتظاهر الأهالي تضامنا معه لإحساسهم ويقينهم إنه إن الست مظلومة يعني. خلونا كمان وإحنا بنحيي القنصلية المصرية في جدة، معايا السفير حازم رمضان قنصل مصر في جدة. سيادة سفير أهلا بيك. أهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا سيادة سفير ومبروك، أنا كنت بتكلم مع حضرتك، مبروك على إنهاء قضية الحاجة سعدية، وشكرا على المجهود اللي بذلتموه في هذه القضية. الله يخليك، هو ده اقل واجب نقدر نقدمه تجاه المواطنين المصريين، لان ده يعني جاءت على راس قائمه الالتزامات والمهام اللي احنا مكلفين بها يا سيد الفاضل. طيب سيد سفير، ان تم اخلاء سبيل الافراج عن الحاجه سعديه اليوم من النيابه؟ ايوه حصل تمام. هنا الاتهام انتهى بالنسبه اليها؟ يعني هي تم الافراج عنها بناء على التحقيقات المفصله والرسميه اللي وصلت من النيابه العامه المصريه، وانا بحيي اجهزه القضاء والنيابه في مصر لانهم بعثوا تحقيقات مفصله ولا تدع مجال للشك الحمد لله. طيب سيد سفير، السلطات المصريه ارسلت التحقيقات والتحقيقات يعني انصفت الحاجه سعديه يعني؟ الحمد لله بشكل واضح. بشكل واضح يعني. طيب. والسلطات السعودية تجاوبت معاها تجاوب إيجابي جدا. وبالتالي تم الإفراج عنها اليوم والحمد لله.
طيب عايز اسال حضرتك كمان انا علمت انها بتعمل العمره دلوقتي يعني. ده صحيح، هي حاليا بتعمل العمره، وبالمصادفه ان النهارده ليله النصف من شعبان، وده يعني عشان نيه الحاجه سعديه وعشان تاكيد براءتها وقبولها عند الله. طيب في احنا عندنا يا جماعه سيد سفير عشان بس نبقى بنكمل القصه كلها، بموجب ده الحاجة سعدية هل تستطيع العودة إلى مصر؟ وفي بعض الإجراءات القانونية يعني القليلة واجبة الاستكمال قبل ما تقدر تغادر إن شاء الله بالسلامة، وإحنا طبعا بنحاول نستفيد بالفترة اللي هي قاعداها معانا اللي هي فترة قصيرة إن شاء الله، عشان أداء العمرة وعشان زيارة المسجد النبوي في المدينة واستكمال اللي كانت جاية علشانه أساسا يعني. طيب سيد سفير هنا السلطات السعودية البعض كان بيقول ليه تأخر الإفراج عنها بهذا الشكل؟ لا هو هي ما نقدرش نقول إنه تأخر، هي في إجراءات قانونية واجبة الاستكمال، وفور استكمالها تم الإفراج عنها. طيب أنا بشكر حضرتك وأتمنى إن شاء الله نتابع مع حضرتك كل الخطوات الخاصة بإنهاء قضية الحاجة سعدية، لكن أنت بتعتبر أن الإفراج عنها بهذا الشكل ووصول التحيات المصرية هو بمثابة شبه إنهاء لهذه القضية بالنسبة إليها يعني وللاتهامات الموجهة إليها؟ بالنسبة إليها يعتبر شبه إنهاء فعلا، زي ما قلت لحضرتك هي في بعض الشكليات القانونية واجبة الاستكمال قبل السماح لها بالمغادرة والعودة إلى أرض الوطن إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك سيد سفير، ألف شكر. سيد سفير بس كان في حد يعني واحنا على الهوا بس كان في حد عنده أيضا مشكلة، يعني أنا آسف بنتابع مع حضرتك المشاكل المصريين فيه، وأنا لسه بقول إنه هذه القضية يا جماعة بمثابة نموذج لكيفية تعامل سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج، نشوف إزاي أنت بتحافظ على قانون البلد اللي احنا فيه، لان البعض احيانا بيعتقد ان معالجة القضايا بانك تخرق قوانين هذا البلد، لا، انت هنلتزم بالقانون في السعودية، هنتخذ كل الخطوات والاجراءات القانونية المتبعة، وهنشوف ازاي في اي قضية يعني، سواء في الاردن، في السعودية، في بعض الدول الاوروبية، ونشوف ازاي يمكن ان نتعاون جميعا، اعلام يسلط عليها الضوء، سفارات في الخارج، حتى المواطنين يعني بحماسهم الشديد يعني. سيادة سفير أنا بس هسمع، عايز أسمع الدكتور كمال محمد، عندهم مشكلة زوج الدكتورة همت وهي همت مصطفى وهي محتجزة الآن في السعودية أو عندها مشكلة. يا دكتور كمال أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ واقف. أهلا بيك دكتور كمال. السفير حازم رمضان معانا، لو تقول لي إيه المشكلة بسرعة اتفضل. مساء الخير لك والسيادة السفير. والمشكلة ببساطة جدا ان انا كنت هناك ورجعت نهائي من نتيجة مشكلة معايا هناك وسبتها. كان المفروض حسب النظام انها تيجي معايا، ولكن هم كانوا متفرعين جدا عايزين يمشوني فمشيت، وهي كانت على كفالتي، يعني هي على كفالتي بقى لها حوالي 6 سنين أو 7 سنين. بس انت جيت مصر. ايوه. وهي على كفالتك وموجودة في السعودية. موجودة في السعودية. طب ايه اللي يمنع انها تيجي زوجتك، وايه اللي يمنع انها تيجي؟ الكفيل بتاعها من 7 سنين او من 6 سنين عامل لها ملحوظة بانها ما معاش ترخيص وما تنقلش كفالتها وحاجة زي كده، ده عن طريق وصاية. رجعوا دلوقتي قالوا لها ان انت معمول لك بلاغ هروب، فقالت لهم ازاي يتعمل لي بلاغ هروب وانا على كفالة جوزي مش على كفالة واحد سعودي. بلاغ هروب ازاي؟ هي دكتوره، هل ارتكبت، هل في يعني هل ارتكبت جريمه ما، مخالفه ما؟ لا، هي مكتوب لها ان هي كانت بتعمل بدون ترخيص، بس معمول لها بلاغ هروب على اساس ان البلاغ هروب ده ما يتعملش غير وهي بتشتغل عند واحد سعودي، وهي على كفالتي انا بقى لها 6 سنين، طب يتعمل لها هروب ازاي؟ شالوا الهروب وحطوا مكانها، لا ده انت عندك قضيه تزوير. طب قالت لهم تزوير ايه وبتاع ايه؟ ما نعرفش. اتصلنا انا اتصلت قابلت السيد وزير الخارجيه، قابلت السيده الدكتوره وزيره الهجره،
قابلت الاستاذ علاء عابد رئيس لجنه التحول الانساني لمجلس النواب، وعملنا كل شيء تتخيله حضرتك، وبعتنا للسفاره ولا شيء. تواصلوا معاها يوم اثنين وانقطعت الامور، وفي الاخر قالوا لها روحي انت حل مشكلتك. لا يعني زوجتك الدكتوره هند دلوقتي لا تستطيع ان تاتي الى مصر. بالظبط. ومطلوب منها انها تسلم نفسها للشرطه عشان ايه؟ عشان يرحلوها يعني؟ مش مطلوب انها تتسلم نفسها، هي عندها ملحوظه في الجوازات، محتاجه ان هي تاخد تاشيره خروج نهائي وتمشي. ما طيب. حدش في السفاره القنصليه خالص عايز يساعدها، اتصلوا بيها كلهم. سيادة السفير هل ممكن نساعدهم سيادة السفير، نشوف ايه جذور المشكله ونتعامل معاها ازاي؟ ربنا يسهل، بس هو زي ما سيادتك ما تفضلت في قوانين للدول المضيفه يجب احترامها. الدكتوره همت حالتها معروفه وخالفت قوانين الدوله المضيفه، يعني لا داعي للخوض في ذلك على الهواء. الدكتور كمال ادرى الناس بحاله زوجته وادرى الناس بحاله نفسه، وانا لا ارغب في الحديث على الهواء في هذا الموضوع. المهم نحاول نساعدهم يا سيد سفير يعني. لا المساعده طبعا واجبه، بس يعني يا ريت نبطل نغم ورحنا القنصليه ما عملناش حاجه. طبعا انا كنت لسه بقول يا دكتور كمال ان احنا ما تقدرش تحل اي مشكله الا لازم افتح قوسين واقول مع احترام قوانين الدوله اللي احنا فيها، لانك مش هتقدر تقول لهم تعالوا ندوس على القوانين يعني. فخلينا عشان ما تبقاش المناقشه على الهوا، هنتابع مع السفير حازم رمضان ان شاء الله ويتم انهاء المشكله يعني. بشكرك سيد سفير. دكتور كمال عايز تقول حاجه؟ ايوه يا وائل، انا عايز اقول ان فعلا هي السفاره كل ما انا اروح، رحت وزير الخارجيه بعت لهم يوم يتصلوا بيها، رحت وزيره الهجره بعتوا لهم يوم يتصلوا بيها، وبعد كده ما فيش حاجه خالص، وفي الاخر يقولوا لها اعملي، احنا مش هنقدر نعمل لك حاجه، انت حل مشكلتك، روحي كلمي نفسك باللفظ كده، ويا ريت حضرتك تعمل معاها مداخله وهتعرف الكلام ده. احنا لسه كنا بنحاول نكلمها، بس خلينا نتابع معاك يا دكتور ان شاء الله، وهنكلمها ونشوف ازاي كيف يمكن حل مشكلتها. بشكرك. وخلونا يا جماعه طبعا مبروك لقضيه الحاجه سعديه اللي اظهرت شهامه المصريين، تكاتفهم مع بعضهم البعض. شوفوا ازاي الناس يمكن ان تشكل رايا عاما ضاغطا في النهايه. تم على فكره الست دي كان ممكن تضيع، ولا حليني هنا، ما انا ما اعرفكيش ايه يعني بتقولي لي ان حد حط لي شنطه مخدرات في الشنطه يعني. انت لو حصل لك ده في اي دوله، حد ادالك شنطه فيها ترامادول فيها اي حاجه، القانون قانون يعني. لكن والله لان هذه السيده بعفويتها وبساطتها وتلقائيتها أنقذها الله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا حب الناس، الرأي العام الضاغط، ثالثا الجهد الدبلوماسي اللي بذل في هذه القضية. هنبقى نتابع معاكم بعد شوية نشوف بعض المداخلات المتعلقة بهذه القضية. خلونا بسرعة نشوف وإحنا بنتابع القضايا المختلفة. في مشروع قانون هينظم عمل البوابين، ومشروع القانون ده هتلاقوا فيه وجهات نظر مختلفة يعني، هنجيبه لكم. بس تعالوا نشوف الأول دلوقتي القرية في أسوان خالية من وحدات الغسيل الكلوي، ومفيش قرية مفيش فيها ناس عايزة تغسل كلى. تعالوا يا جماعة نساعد الناس، نشوف ازاي ممكن نساعدهم بإنشاء وحدة غسيل كلوي، سواء من فاعل الخير الحكومة وزارة الصحة، لكن ما نسيبش الناس بدون وحدات للغسيل الكلوي. في كرة مصرية المية والأكل دمر الكلى والكبد وأجساد البشر يعني، في خريطة الأمراض بشعة. تعالوا نشوف كيف يمكن أن ننقذهم. قرية بمبان التابعة لمركز دراو بأسوان يسكنها آلاف من المواطنين، تخلو من أي وحدة لغسيل الكلى ولو صغيرة لخدمة مرضى القرية. أكبر مشكلة بنعاني منها
مشكلة وحدة الغسيل الكلوي، يوجد في بنبان أكثر من 8 مستشفيات، من ضمن فيهم مستشفى وحدة صحية بنبان مؤسسة من 48 على أعلى مستوى، ما نحس إلا تكسير وتعديل، تكسير وتعديل وإهمال الطلب الأساسي وحدة غسيل كلوي. بنعاني من مشكلة أساسية، يا إما يحول على فارس مستشفى لسه ناشئة فيها وحدة غسيل كلوي، يا إما معادي شرق النيل دراو والبحر ومشاكل البحر. وثانيا اصلا مريض الفشل الكلوي بيعاني من الاسعار، من التقنيات، من المواصلات. موضوع وحده الغسيل الكلوي تكلمنا فيها في مؤتمرات مع العمده ومع النائب عن الدائره ومع رئيس المجلس ومع رئيس مجلس محلي المركز. قال يا جماعه الاجهزه موجوده، احنا عندنا اجهزه مش لاقين مكان. ازاي مش لاقين مكان؟ انت عندك النهارده مستشفى بتاعت الخبره دي مساحتها لا تقل عن 5 أفدنة، فاضي فاضي، يعني تعتبر يمكن اكبر مستشفى مساحه على مستوى محافظه اسوان. غسيل الكلى تعبانين، وزي ما انت شايف اهل المستشفى هنا كلها دي واقفه ما فيش اي حركه، يعني ايه قليل، يمكن 5 سنين احنا عم نغسل. فيش وحده غسيل كلى هنا في بنبان، وبصرفوا الواحد بصرف 100 جنيه وهو معاشه على قديه. مرة عندنا هنا في العباب دي 4 تنفار بيشرقوا وغربوا بها وبيشيلوها شيلان هنا عند العبارة. اي والله العظيم في الشتاء بتبقى حاجة بهدل على الناس الكبيرة والناس اللي هي ما حد طبعا بيقدر يعيلها وكده. 3 سنين بغسل ورجلين مش بقدر امشي عليه. معي 3 بنات بيسندوني، واحدة بتاج تسندني، واحدة مجوزها، واحدة في المدرسة. ما معيش ولا ود ولا اي حاجة، ورجل شغال عام وباجي هنا في دراوي اغسل. ما فيش ولا واحدة غسيل كلي، لا قال في دراوي ودونا لف كابومبو، واحنا ما فيش مستشفيات، ما فيهاش اي خدمة ولا دكاترة. حتى عندنا مستشفيات على احدث مستوى، مباني على الفاضي. عاوزين وحدة غسيل مركة بنبان، قرية بنبان قبلي، والحال يعني بصراحة صعب جدا. من المواصلات هنا التكاتك هنا بتاع الغرب ياخد 5 جنيه، للهنا بنبان بحري 10 جنيه، تروح اللنش الفبراير بتاخد 10 جنيه، تروح المواصلات الثاني دراو بتاخد 8 جنيه، يعني كل المواصلات بتكلف ليها 85-80 جنيه. بركب 4 مواصلات حتى اوصل البيت. ليه انت كنت بتعمل ايه في دراو؟ بغسل. بغسل، ما عندناش غسيل هنا في بنبان قبلي. انا بعيا زياده وبعيا وبتعب من المشاوير. الدجل والشعوذة والخرافات ما زالت مستمرة منتشرة في المجتمع المصري، لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام أبدا. والناس بدلا من الذهاب إلى الطبيب تذهب لهذه الشجرة اللي هتشوفوها، بدلا من التفكير في حلول عملية وواقعية لمشاكلهم الاجتماعية، العنوسة وغيرها، لا تعالوا نروح لهذه الشجرة المبروكة. يعني طول ما الناس بتهرب للخزعبلات والدجل دون إهانة الناس على فكرة، إنما أنا بقول الناس طبعا لحد ناقشهم ولا حد ذهب إليهم. ودايما نقول إن كل وقائع الخرافات تستحق أن نذهب إليه، وهي ما تقلش عن التطرف. مش أنت لو لقيت حد بيبث أفكار التطرف في قرية مش بتروح له تواجهه أمنيا، تقبض عليه، تواجهه فكريا، تقنعه؟ كمان الدجل والشعوذة محتاجين إن احنا نقنع الناس، نقول لهم إنه ده لا علاقة له بالعلم ولا بالعقل ولا بصحيح الدين، تعالوا نبحث عن حلول عملية واقعية لمشاكلنا. ما نهربش بإنه والله العنوسة روح للشجرة دي، السحر انت ملموس ولا ممسوك ولا مش فاهم ايه، اذهب الى هذه الشجرة زي ما هتشوف.
بالنسبه للصغيره ديت احنا نطلعوا انا عمرنا 45 سنه 50 سنه 60 سنه طلعنا بالصغيره دي مكانها كده. في عالم بتقول على صغيره مباركه، في عالم بتقول بتعالج البرد، بتعالج اي شيء سحر في البطن كده يعني. فبتيجي ناس من بره، ناس من هنا، ناس من مصر، ناس من جميع المحافظات بتيجي للصغيره تاخد منها ورق. تعملوا على ميه تشربوا. تعملوا على ميه تشطب بيه، ده اللي نعرفه عن الصغيره دي، اسمها صغيره نبي. بياخدوا بالسبع ورقات بتفيد لو واحد يعني بركويه كمان، لو واحد عيان وغلاها وشربها بتفيده. واحد مع سكر، واحد مع اي حاجه بتفيد منه. وهي سيره بركيه ورقتها بركه وتنفع بالنسبه لاي اي مرض، وبالنسبه للعوانز والكلام ده كله وتعطيل الجواز والكلام ده كله بتفيد في اي حاجه. السيره دي طبعا الاول البركه من الله، ولكن هي سبب، هي سبب من الاسباب، من سبب العلاج اللي هو برضو فيه الخير والمنفعه للبشر. البشر طبعا اللي هو ممكن يعني تكون إنسانة برضو يعني ظروفها برضو في حالة الجواز واقفة شوية، الشاب اللي هو واقف شوية طبعا بيروحوا للناس دي ماشي اللي هم برضو قريبين من ربنا، بيدلوهم على الشجرة. أي فرع تقطعه منه تلاقيه بيطلع لبن، بنحط على الحتة المصابة في الجسم بيعالج، بس ما بتتنش مرة واحدة، انت بتدن منه مرة واثنين وثلاثة لحد جسمك ما يروح. اشمعنى بعد العصر وفي الفترة اللي انت قلتها؟ يعني بالنسبة للجسم بيبقى في الساعة الظهرية وكده بتبقى الجو حرارة وبينطر عرق كتير ماشي، وأي حاجة تحطها على جسمك ما بتلزقش. إنما في الصبح بدري أو في بعد العصر بيبقى جسمك بارد، وإن أنت إيه لو حطيت حاجة عليه تنها ثابتة مثلا لمدة إيه ربع ساعة ساعة نص ساعة لحد ما إيه ما تعدي. في ناس بتديني السيارة دي بتسألني عليها، وفي ناس من ليبيا بتجيلها، وناس من دمنهور، وناس من اسكندريه، من كل حته بيجوا يسالوا على الشجره ديت وبياخدوا منها ورق وربنا بيشفوا الحمد لله كويس. ايوه في كيس معايا هوات وانا واخد فيه برضه علاج برضه للناس. والشجره ديت طالعه كده لوحدها والله ما حد يعرف ايه الغيبه بتاعتها. في اقبال واكثريه المشايخ بيطلبوها كمان لعلاج السحر والتداوي بيها. ما رأيناه ما هو إلا نوع من أنواع الخرافات، أن تذهب فتاة أو امرأة من أجل أن تنجب طفلا ومن أجل أن تتزوج، طال بها السن أو كبر بها السن، من أجل أن تتزوج أو أن تنجب ولدا تذهب إلى شجرة تطوف حولها أو تشرب منها أو تغتسل بها. كل هذه الأمور والله ما هي إلا بدع، والله ما هي إلا خرافات، وما هي إلا استخفاف بعقول بعض البسطاء من الناس. يا من تريدين الولد، ويا من تريدين الزوجة، ويا من تريد المال، استغفروا ربكم، فالاستغفار هو المفتاح لكل الأبواب المغلقة. الدجالين بيستخدموا أو بيحاولوا يوهموا الناس إن هم بيأخذوا بأسباب هي وطقوس عربية، طقوس في أغلبها مش منطقية، علشان يوهموا الناس إن هم بيعالجوهم، وده طبعا مرفوض علميا، ملوش أي أساس من العلم. يا جماعه يعني لا الشجره هتعالجك من العقم، ولا هتعالج العنوسه، ولا هتعالج ازماتك النفسيه والمعيشيه والاقتصاديه، ولا هتفك لك السحر زي ما بتعتقد. اذهبوا للعلم والعقل وصحيح الدين بعيدا عن الدجل والشعوذه، كل ده تضييع وقت، ويذهب اليها الناس حتى من كل مكان، من محافظات تانية زي ما شفتوا بيجوا للبحيرة عشان هذه الشجرة. ما نوصلش إلى هذه الحالة في القرن 21 يعني. طبعا لا يذهب إليهم أحد يكلمهم يقنعهم يناقشهم، بنسيب الناس إلى الهروب للدجل والشعوذة بهذا الشكل.
في أغنية أساءت للاجئين السوريين في لبنان، وهنا القضية على طول تكتسب طابعا إنسانيا ملهاش علاقة بقى بالخلافات السياسية، وانت مع سوريا النظام ولا مع سوريا المعارضة، انت مع اي جبهة، انت فين. لا، هنا قضية إساءة إلى شعب. تعالوا نسمع أولا الأغنية، وفي أغنية اتعملت ردا عليها، وبعدها نكلم الأستاذ سعد القدري مذيع في قناة الجديد، لأنه قدم استقالته احتجاجا على هذه الأغنية. أستاذ سعد أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أولا بس تصحيح، بس أنا مش مذيع في قناة الجديد، أنا ممثل، كنت بمثل في البرنامج اللي تعرض فيه الأغنية وتعرضت على قناة الجديد. طيب، عشان توضيح. بعتذر لك عن التوصيف الخاطئ، وانت المهم انك قدمت استقالتك احتجاجا على الأغنية يعني. صحيح يا فندم. طيب، خليني أستاذ سعد اسمع الأغنية اولا واخد وجهة نظرك بعدها. عن سورية، حتى في اشقاء سوريين على تويتر من سوريا دافعوا عني وضمنوا معي وقالوا لي ابدا الغنيه ما فيها عنصريه، لا بتشوف راي ما بتشوف الراي الاخر. كان معايا سعد القدري دلوقتي اللي قدم استقالته، وقال مين معك؟ سعد قدري اللي قدم استقالته هو ممثل في البرنامج يعني. نعم شبو. وقال ان الاغنيه مسيئه وانه لا يجب التهكم على الوضع الانساني، وده عايش في لبنان يعني مش زي يعني منسلخ عن الوضع في لبنان يعني، مع انه الاوضاع الانسانيه الحقيقه يعني ما فيش فيها تعيش في البلد ولا ما تعيش يعني. نحن نتحدث عن الاوضاع الماساويه للاجئين السوريين في اوروبا وفي البحر دون ان نعيش معهم يعني. اتفضل. هو قال انه الاغنيه مسيئه وتتهكم على الوضع الانساني للسوريين. طيب، نحاول نجيب تاني الأستاذ شربل، هو بيهون من الأغنية وبيقول عندنا مشكلة. أقول لكم هي في وجهة نظر يعني، يعني في ناس بتتعامل مع القضية بهذا الشكل، لكن اللاجئ السوري لا ذنب له فيما حدث له، هو ضحية ولابد أن نتعامل معه لأنه ضحية يعني. والحقيقة لو عايزين نحاكم، نحاكم أمراء الحروب، نحاكم قادة الميليشيات، نحاكم أيضا رؤساء دول تورطوا في هذا الوضع يعني. هي أوروبا حتى تستقبل اللاجئين بأعداد كبيرة لأن عندهم شعور بأنهم جزء من المشكلة وأنهم تسببوا في هذه المأساة. طيب، هطلع فاصل، بعد الفاصل هنكمل معاكم وهنتابع معاكم قضايانا المختلفة. مشاهدينا، نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نناقش قضايانا ومشاكلنا في كل محافظات مصر. الاحتيال عبر الانترنت تحذرنا منه كثيرا ايضا، دي واقعة جديدة لانك بتتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتبيع وتشتري، بتقابل ناس يعني انت لا تعرفها. في اكثر من حادثة وقلنا للناس، نبهناهم، هيدي لك ميعاد، هيعمل جريمة، ما سرقة، قتل، بتصل الى القتل زي ما شفنا في اكثر من واقع. تاني هندق ناقوس الخطر من جديد، ودي واقعة جديدة. ♪
مصور شاب من محافظة السويس طلب منه تصوير حفل زفاف بالقاهرة، فاتفق مع أصحاب الحفل عبر الإنترنت على جميع التفاصيل، وكعادته كان بالمكان المتفق عليه في الموعد المحدد. لم يخطر بباله على الإطلاق أن يقع ضحية للاحتيال والنصب والشروع في القتل. حصلت يوم الخميس الساعة 7:30، جم خدوني من عند الطريق الدائري من الطريق نفسه وطلعنا على المقطع، قلت لك الساعة نزلوا فضربوني قدام الناس في وسط الناس وهي ماشية بالعربيات، كان عمال يرقصوا ويسقفوا زي ما كانوا رايحين فرح بجد. قلت لك مرة واحد راح السواق ده راح مديني بالبنية، مرة واحد راح من يميني بقى راح واحد الاثنين مكتفيني من ورا راح قعد يضربوني ومش عارف ايه، راح التاني ده اللي هو قاعد جنبي راح مسك دماغي راح ضربها بالإزاز، راح طبعا بمسك دماغي انا ما عرفتش هما كانوا رابطين ايدي، فانا قومتهم لقيت ايه دماغي نازله دم، فانا طبعا يعني حاجه زي ما كان اغمى عليا كده، بس كان لسه ايه شايف اللي حواليا. راح بعد كده راح واحد حاطط لي مطوه هنا وواحد شككني في ظهري، راح بعد كده راح قال لي انت لو هعد من واحد ثلاثه، انت لو بعد الثلاثه دي لو مش سلمت لي الحاجه اما اخليهم ايه هيجي يدفنوك، اللي هي الكاميرا والانسات والتليفون وكل حاجة. اديتهم الحاجة لقيتهم بيضربوا فيا اكتر، انا اغمى عليا، صحيت بعد تقريبا 10 دقايق لقيت نفسي مرمى على جبل وهدومي متقطعة وما فيش حاجة غير ايه اللي نسوا ياخدوا الحمد لله البطاقة بالمحفظة. فبعد كده العربيات طبعا ماشية عمال اوقف للناس، طبعا ما فيش حد عايز يوقف خالص. طبعا لما جابوه على السويس طبعا احنا شفنا المنظر بتاع عمر، يعني اقول ايه يعني لما 7 يتلموا على واحد عشان يسرقوا كاميرا والحاجات دي يعني حاجه غير طبيعيه بصراحه يعني. بس اللي انا برضو قدرت اوصل له ان الناس دي مش من مصر، الناس دي من السويس. زميله قال له الكلام ده، قال له على فكره الناس دي في ناس انا سامعها بتقول احنا نفسنا ناخد الكاميرا بتاعت عمر، لان طبعا هو ايه يعني محدثها وشغله انه لازم يحدثها، لان طبعا بيجيب له اكل عيش والكلام ده كله، فطبعا لازم يوصل الكاميرا لمستوى كويس عشان حتى يطلب في الشغل، لانه هو شغله كله تصوير. يعني انا باستمرار بسمع، يعني انا لسه سامع قصص كتيره من نفس الحوار ده، برضه تواصل على النت والكلام ده كله، في الاخر بيوصل الشخص نفسه للناس دي بيقتلوا، والحمد لله انه طلع منها بالسلامه. بس انا اتمنى من ربنا ان يجيبوا حق عمر ويجيبوا حق الناس كلها اللي بتتدمر عن طريق النت والكلام ده كله، ومنهم لله لما يكون 7 تنفر ومعاهم واحده 6 يبقى يرضي من كده، فإحنا عايزين حقه. حذرنا كثيرا من اهو يعني مصور واتفاقات على انه هيصور حفلة او فرح يعني ويديله معاد، خطفوه بعد كده ونجا من الموت بمعجزة. يعني طبعا هنا يعني مهما ننبه ونحذر مفيش فايدة، انت بتتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتبيع وتشتري، بتعمل اتفاقات، لكن ما انت شايف الطرف التاني بيديلك معاد خدوه بعد كده على المقطم، يعني ده ربنا نجاه يعني. وشفته أكثر من واقعة قتل فيها أكثر من شاب بسبب اتفاقات على الانترنت، يروح يقتلوه ياخدوا منه العربية ياخدوا منه الفلوس زي اللي كان هيشتري اللابتوب، دفع الفلوس وما خدش الجهاز بتاعه. يعني فالناس تاخد بالها لما بنستعرض معاكم هذه الحوادث يعني حتى لا تحدث من جديد، لكن للأسف بنلاقيها بتحصل تاني وتالت. نرجع تاني للأغنية التي أثارت جدلا شديدا في لبنان. الأستاذ شربل كان معايا وبيقول إنها مش مسيئة ولا حاجة، وبيتهمني إن أنا مش شايف الوضع في لبنان كويس لأن أنا مش عايش في لبنان، مع إن أنا قلت له في عدد كبير من الغاضبين داخل لبنان، وإن الأغنية فيها إساءة للأوضاع الإنسانية للسوريين. يعني
معايا الاستاذ لواء النعساني اللي هو عمل الاغنيه الثانيه اللي احنا شفناها، مدير قسم نيو ميديا بتلفزيون اورنت. استاذ لواء اهلا بيك. اهلا فيك استاذ وائل، يا هلا. اهلا بيك. مش عارف سمعت كلام الاستاذ شربل ولا لا؟ ايه طبعا اكيد سمعت كلام الاستاذ شربل. انا اتفاجأت انه تليفونه قطع وما رجع وصل معك. احنا حاولنا نتواصل معاه تاني لكن هنحاول يعني، لكن للاسف ما ردش تاني. طبيعي طبيعي يفكر وما تقدروا ترجعوا تتواصلوا معه، لاني بصراحه شخص مصر على انه هي الاغنيه انه هي اغنيه غير موسيقى، اغنيه تحاكي الواقع في لبنان. للاسف يعني هي مصيبه كارثه، يعني اكثر من انه عضو عنصر من كادر البرنامج عنده هذا اللي اسمه سعد القادري يستقيل وبيقول انه هذه اغنيه مسيئه وعنصريه وهو بيعترف بهذا الكلام. لا، والأسوأ من ذلك، الأسوأ من ذلك بيقول لك انه هذا واقع او هذا ما تعبر عنه الحكومه اللبنانيه. يعني انت اليوم كتلفزيون جديد قناه لبنانيه تقدم نفسك انه انت تلفزيون مستقل، كيف يعني بتقول انه هذا الوقت بتحاكي الحكومه اللبنانيه وبيحكي رئيس الجمهوريه وبيحكي رفيق الحريري؟ طبعا رفيق الحريري ما حكى، هو كاذب في هذه النقطه يعني. سعد الحريري. سوري سعد الحريري. انا ما فهمت يعني انه انت بتقدم نفسك انه انت لا حتى لو الساسه انا لك الحكومه وتقدموا على تلفزيونك. انا ما فهمت هذا الكلام. بعدين معلش اسمح لي استاذ وائل، انت بتعرف هي اللهجه العنصريه اللي تم تقديمها في عدد من البرامج التلفزيونيه على الشاشات اللبنانيه شو عندك في الواقع السوري في الشارع اللبناني؟ اليوم الإساءات التي توجه إلى اللاجئين السوريين، ما يتعرض له من إهانات أحيانا أو ضرب، أحيانا ضرب بيوصل ربما للموت، وهذه حوادث نحن سجلناها. لا بهدوء كده بهدوء يا أستاذ اللواء لأني مش سامعك كويس. بتقول العنصرية وصلت لإيه؟ تفضل. العنصرية التي تقدم على بعض الشاشات اللبنانية أو على بعض البرامج التي تقدمها الشاشات اللبنانية، مثل مرة من المرات تم تقديم لهجة عنصرية في برنامج هدي قلبك على الأو تي في، محسوبة أصلاً على الرئيس اللبناني ميشيل عون، مثل الـ بي سي اللي قدمت لهجة عنصرية في برنامج تيكني أوت أو ناقشت كمان. هذه البرامج بتحفز أحياناً البعض في الشارع اللبناني بيكون في عنده حدة تجاه اللاجئ السوري، ونحن بنتفهم هذا الشيء، ولكن أنت تخاطبه بهي العنصرية على الشاشة للأسف الشديد أنت بتحفزه على فعل خاطئ، وهي الأفعال الخاطئة بدرت تجاه السوريين من ضرب مبرح في الشوارع، من أذية لهم في المخيمات، أوصلوهم في بعض في بعض الحالات إلى المشافي، أوصلوهم إلى في بعض السوريين ماتوا من بعض التصرفات العنصرية تجاههم للأسف الشديد. إيه ده يعني حصل اعتداءات على سوريين وقتلوا بسبب التنامي موجة العنصرية؟ بالضبط بالتأكيد. أنا بدي أعمل مقارنة بسيطة معك أستاذ وائل، نحن اليوم مرة من المرات حدث في برنامج مصري قدمته ريهام سعيد، كان فيه صورة عنصرية تجاه اللاجئين السوريين. ماذا حدث في مصر؟ قامت الدنيا وما عادت في مصر، مرة من المرات في برنامج هو لقطة تمثيلية، برنامج الصدمة اللي يعرض على شاشة الـ بي سي، قدموا اللاجئ السوري وهي لقطة تمثيلية. كيف تعاملوا المصريين مع اللاجئ السوري؟ أعمال مقارنة بسيطة أنت وتفرج. طب انا لسه بقول ما عندناش حتى تعبير لاجئ سوري نتعامل معهم هنا، لانهم هم اندمجوا في المجتمع هنا ونشطوا اقتصاديا وتجاريا وما فيش لا مخيمات ولا انا للاسف استاذ وائل ما بدي اعمم، ولكن في فرق كبير بين وقت الدول تتعامل بطريقه معينه. بعدين مش بيقول لك انه والله الحكومه او الرئيس ميشيل عون هذا كلامه او شو هالكلام هذا، انت قناه مستقله انت بتعبر عن راي حكومه ولا هو للاسف فقط في كلامه يعني. ولكن انا راح اقول لك شغله، انه في حديث عند السوريين دائما في الرد على هذه الحالات انه احنا استوعبنا اللبنانيين لاجئين لبنانيين في حرب تموت. هلا انا ما بدي اقارن هي المقارنه بصراحه، نحن ما بدنا نقارن، صعب المقارنه في هذا المكان، لكن انا بدي اقول لك شغله ببساطه ثانيه. اليوم نحن بكل بساطه هل بنقول انه اللاجئ السوري هو مو مشكله مثلا في دول الجوار او دول اخرى؟ قد يكون مشكله، مشكله اللجوء السوريه في بلدنا قد تكون مشكله، ولكن التعامل مع هي المشكله يجب ان لا يتم عن طريق تصدير العالم على انها مشكله دقيقه ومشكله غريبه على جسم نقي، وكان لبنان هو جسم نقي لا ما عايش هذه المشاكل او ما يعرفها. يا اخي عالج مشكلتك في اطار المحلي، عالج مشكلتك في اطار الوطني، في اطار الاخلاقي، في اطار الانساني.
وبعدين نحن اذا بدنا نحاكي القصه السياسيه في هذه الستوري فهي مصيبه طامه كبرى، يعني جزء اصلا وجزء كبير ورئيس من مشكله السوري اللاجئ في لبنان هو تدخل حزب الله على الاراضي السوريه. طيب استاذ لواء انا بشكرك، حضرتك وضحت، الف شكر. في كل الاحوال احنا اثرنا هذه القضيه لان يظل اللاجئ ضحيه، لا يمكن ابدا لا اتهكم عليه ولا اتعامل معاه لانه اصبح عبئا على بلدي، لان كان انا بقول له اذهب الى اتون الحرب والموت من جديد يعني. وبالتالي هنا الأستاذ لواء وضح وقال أنه بسبب هذه العنصرية يقتل سوريون في لبنان. خلونا نكمل معاكم القضايا المحلية. حملة مكبرة عشان تشوفوا احنا داخلين على رمضان، هتلاقي في اليميش الأغذية الناس طبعا بتستغل ان في ناس بتجهز نفسها، احنا بنحول شهر رمضان لشهر المأكولات يعني، هكذا نفعل. فهنا في ناس بتستغل بقى ده وتنتشر الأغذية الفاسدة بما فيها حتى اليميش الفاسد يعني، فخلوا بالكم. حملة مكبرة من الشرطة والتموين والطب البيطري ومجلس مدينة القناطر الخيرية ضبطت مصنعا لإعادة تعبئة الزيوت مجهولة المصدر والمتلاعب بملصقاتها. النهاردة وإحنا بنتفقد الحالة التفتيشية وجدنا استقارات معدة للصقها، وهم حسب ما بيدعوا إن هم مقدمين ان هم على العلامه التجاريه، والعلامه التجاريه بتستخرج بعد فتره معينه من الوقت. هل لما بيبقى في تقديم على ستيكر عشان ياخدوا العلامه ويبتدوا يشتغلوا بيه، هل بيبقى في جواب رسمي معاهم مؤقتا لحد العلامه دي ما تطلع؟ هل ده موجود النهارده؟ الاتصالات لا تكفي، هو بيفترض قانونا وفقا للشرعيه الاجرائيه اني ما يشتغلش بالمنتج الا لما يكون معاه، زي الواحد اللي بيروح بيتعلم السواقه او سواق ومعهوش رخصه المفروض ما يركبش العربيه لما يكون مع الرخصه. لما بتلاقوا كميات زي كده بيعيد تصديرها تاني، يعني تصنيعها تاني في مصانع من غير ما يكون ليها اسم تجاري او علامه تجاريه؟ في الحاله دي احنا بنعمل المحضر القانوني وبنعرض على النيابه وبنقول ان الراجل ده بيستخدم علامه تجاريه غير مسجله بوزاره التموين وقد يشتبه في امرها انها تكون مملوكه للغير. بالنسبه لصلاحيه الاستهلاك الادامي من عدمه ده اللي يفيدني المعامل المركزية. كما وقفت الحملة بأحد أشهر المحال التجارية على كميات من الياميش مجهول المصدر. هو ده ياميش رمضان، وسيادتك المفروض يبقى فيه تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية وصالح مثلا لمدة كذا شهر. هو واضح من قدام سيادتك أهو إن المنتج أهو معلوش أي بيانات خالص. المنتج سريع الدوران، فإحنا بنسجل بنوصل العميل عشان ما يقفش كتير، والصلاحيه موجوده ومفيش اي مشكله خالص. هو اتفضل. ده ايه؟ ده زبيب ايراني. ده زبيب ايراني. انا بقول لك مثلا، انا بقول لك ان هو مش زبيب ايراني. انت بتثبت لي بايه؟ بالصلاحيه. مش بالصلاحيه، عليه بالتيكت اللي عليه. فين التيكت اللي عليه؟ تحط لي يا حبيبي. اقول لحضرتك على حاجه، ما انا فاهم. مش حاجه، مش اسمه معاك يا فندم. حاجه وزن فلوس العميل. انا معاك يا فندم. شوف دي انت عامل فيه ايه؟ معاك. ماشي يا فندم. ما انا بقول لك، انا بس انت كده المنظر ده ما ينفعش. انا ما يرضيش بس معانا هنا، احنا هنعمل اجراءاتنا. لا ما يا فندم، هنعمل اجراءاتنا وسيادتك هو والسيد مفتش الاغذيه معاه. الريحه متخزن من سنه سابقه، فسيادتك زي ما انت شايفه اهو من خلال التجول في الاسواق عشان صحه المواطنين والدعايه ان ما فيش عمليات تموينيه بتنزل والاسعار والكلام من ده. الكاميرا لا تكذب، مش ولا اي صلاحيه ولا اي حاجه. ده يا مش رمضان ولا انت سيادتك شايفه ايه؟ دي فندم في الاجراء اللي زي كده بيتم اخذ عينه برضو من كل حاجه، حافظ على الكميات. والاخ الزميل الفاضل ابراهيم فكري مفتش الاغذيه بيسحب عينه برضو نفس الاجراءات السابقه. سيادتك اظن انت متجوله معانا من صباح اليوم، والساعه دلوقتي دخلت على 6 او 5، وزي ما انت سعادتك متجوله معانا، لو في اي تجاوزات سعادتك انت بتسجليها. وبذات المحل التجاري
ضبطت الحملة كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وغير الآمنة. المنظر الطبيعي دلوقتي أو المنظر اللحمة دي، هل فعلا اللحمة دي مطابقة للمواصفات؟ معروف يا فندم بالنسبة للحمة بيبقى ليها لون معين، اللي هو اللون دي لونها متغير. فلونها واضح قدام حضرتك، القوام بتاعها في يعني غير متماسك. وبالنسبة للفحص الظاهري، فحصها ظاهريا تعتبر يعني مش مقبولة. دي تكون صحيتها منتهية؟ اللي حد كان صلاحيتها صلح استهلاك الأدمي وغير صلح استهلاك الأدمي، ده برضه زي ما قلت لحضرتك ده معمل. لكن أنا بفحصها ظاهريا دلوقتي، هو مش حاطط عليها حتى أي بيان. الختم مش واضح عليها، اللي فيه تغير في اللون بتاعها، مدي للون بنفسجي زي ما سبتك إيه شايفة. اللي بيحصل دلوقتي بقى يعني لما نلاقي اللحمة بالشكل ده، أنتوا الإجراء اللي بيتم أخذه إيه؟ بيتم ضبطها، لما أشك فيها بيتم ضبطها ويتم أخذها هنا. نرجع تاني لموضوع الحاجة سعدية. ليه؟ لأن هذه القضية نموذج لبساطة وتلقائية وعفوية المصريين. واحد اتنين، وقوف الناس جميعا مع سيدة مظلومة. لولا الرأي العام الضاغط كان ممكن الست دي تضيع مننا. ثلاثة كمان، تعامل السلطات المصرية سواء في تحقيقات النيابة والشرطة أو في الجهات الدبلوماسية القنصلية المصرية في جدة بمثالية مع هذه القضايا. وأيضا تعاون السلطات السعودية، في شعور بأنه هذه السيدة مظلومة. صحيح في قانون وفي إجراءات قانونية، ربما ده هو اللي طول المدة شوية. يعني اتكلمنا من شوية مع القنصل المصري السفير حازم رمضان، ودلوقتي معايا بنت الحاجة سعدية هدى محمد. يا مدام هدى ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ وائل، الله يبارك فيك وألف شكر لحضرتك. طبعا انتوا يعني على وقفتك الحلوة جنبنا، الله يخليكي. فرحتكم كبيرة طبعا، الحمد لله. أنا فرحتي كبيرة ما تتوصفش والله، وعايز أشكر الناس كلها. وسيبني لو سمحت بقى أشكر بقى براحتي لو سمحت. شكري زي ما أنت عايزة، حتى المطافي عايز لو عايزة تشكري. عايز أشكر مركز نبرو كله، مأمور المركز الأستاذ أشرف بيه والأستاذ أحمد بيه المهدي والأستاذ عاطف السكري وكل الموجود، كل اللي وقفوا معنا هناك في مركز نبرو واللي في مركز الطوخة وفي الأمن الأهلية وفي كل مكان في مصر والسعودية. بشكركم كلكم، كل العالم العربي بشكره. طيب الحمد لله. بشكر الدنيا كلها وبشكر حضرتك انت، يعني بصراحة وقفت جنبنا وقفة والله ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. الله يخليك. الله يخليك. ده واجبنا يعني. بشكر جيراننا كلهم واهل بلدنا. طبعا اهل البلد كلها. انا كنت لسه جايب المظاهرات دي، يعني لم تحدث في اي مكان يعني. اهل بلدي ربنا يخليهم يا رب دايما كده جنبنا يا رب، ومصر كلها. بشكركم كلكم، ألف شكر لحضرتك. الحمد لله. كلمتيها وسمعت صوتها؟ الحمد لله كلمتها النهارده وكنت فرحانه قوي، بقيت ازرغت من كتر ما انا فرحان. الحمد لله، وهي عملت العمره يعني، حققت امنيتها كمان يعني ان شاء الله. الحمد لله، ألف حمد وشكر لله، كانت امنيتها انها تزور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا فرحانة والله، مش عارفة أشكرك إزاي، والله مش عارفة أشكرك إزاي. الله يخليك. أشكر السفارة على وقفتها الحلوة جنب ماما، السفارة كلهم من سيادة السفير حازم رمضان، ألف ألف شكر لحضرتك، وسيادة المستشار ياسر علواني، وسيادة الأستاذ مجدي عبد الدايم، والأستاذ كلهم بصراحة كلهم. طيب. كل واحد هناك انا عايزه اشكره بنفسي يعني بصراحه. من حقك تماما تعملي ده. فكرتيني بالكابتن لطيف زمان، كان بيقعد يشكر الاسعاف والمطافي وكل الناس. بس عندك حق يعني، ممكن توجهي الشكر للجميع، لان دي قضيه انا لسه بقول الجميع تعاون فيها.
كل الناس لولا المحبة الشديدة والحب الشديد وإحساس الناس بأن هذه السيدة مظلومة، الرأي العام الضاغط ده هو السبب يعني. بشكرك وإن شاء الله نحتفي بعودتها يا مدام هدى إن شاء الله. شكرا. نشوف بقى في مصنعين، واحد في طلخة وواحد في مصنعين في يعني شهرة كبيرة جدا يعني، مصنع السماد ده والكيماويات في طلخة، وأيضا في المصنع في أبو زعبل. الناس بيبقى عندهم مشاكل متعلقة بالتلوث والبيئة، وبيبقى عندهم إحساس بأن الأمراض اللي بتنتشر بسبب ده. لما بنسأل المسؤولين بيقولوا لا إحنا عاملين حسابنا لحدود التأثير يعني، وحدود إلحاق الأذى، وإن ده ما يلحقش الأذى يعني. لكن لا، في متخصصين وفي أهالي زي ما هتشوفوا. تعالوا نبدأ بمصنع السماد في طلخة. بالغة. أجواء غير صحية على الإطلاق يتنفسها أهالي طلخة ليلا ونهارا بعد أن أفسدها أحد مصانع السماد التي تضخ سمومها على مدار اليوم. مشكلتنا التلوث اللي موجود بالنسبة لمصنع السماد فوق الحدود، يعني حاجة من اللي هي مطلع مكروب سميات صفرة، دي مستمر. مشكلتكم مع مصنع السماد؟ ريحة الأمونيا ديت بالليل ما بنعرفش ننام منها. أنا راجل زرع كبد بقالي سنتين ونص دلوقتي، بقوم بالليل من احلاها نومه مش طايق، بيتهيألي روحي هتروح، بقوم لابس ماسك على بقي. الصبح الساعة 6 بحس بريحة وحشة كده وما بقدرش، وصدري بيقفل عليا. ما بقدرش اتنفس. ايه بقى مشكلة توريل مع مصنع سماد طلخة؟ عندي طفلة عندها 3 سنين جالها حساسية من مصنع السماد، من الريحة بتاعة الأمونيا. احنا زمان لما كنا في الجامعة لما ريحة الأمونيا بتطلع في المعمل 3 4 دقايق كانوا بيقولوا لنا اطلعوا بره خدوا نفسكم. مفيش مولود دلوقتي بيتولد بصحته كويسه بسبب السماد ده. الريحه دي بتسبب ضيق، بس مش للدرجه انها تبقى مخله بالصحه، عشان اكون واضح برضه. هم بيعتبروا البني ان ده شيء سيء كويس. مفيش اسود، هو يا اما اللي هو الدخنه العاديه بتبقى مسفره شويه. كلام سليم. هي دي التشارت اللي بتطلع للقياسات بتاعته. قلت مع المصنع عند 10.5 فدان جنب المصنع جنب السور، بزرعوا شبت وبزرعوا خضار. بعد ما زرعته المياه كلت الشبت وكلت الحاجه كلها. الارض ماتت يعني؟ الارض ماتت والتربه بتاعتها ماتت. هنا النشادر وغاز بتقعد بالثلاث اربع ايام في الجو، وريحه وحشه وبيأثر على الزراعه، لان انا ليا ارض برضو جنب المصنع. الفلاحين دي كلها بتزرع عايزه اسمده. ده انتاج الاسمده اصلا يعني غير كافي، لابد يكون موجود مصدر مياه قريب لان هو قايم على الميه. دي منطقه طريل جنب بيت المحافظ هنا، وهو انت لو شفت بيت المحافظ هتلاقي السور بتاعه موجود اهوت. فاحنا هنا بنعاني من الريحه بتاعه المصنع. وجيت انت اصلا ساعه المغرب او ساعه ما بتطلع الريحه ديت ما تعرفش تقعد. الاستراحه بتاعتي مواجهه المصنع شركه الدلتا بالظبط، قدامها بالظبط. كان اولى واحد بعدم المقدره على التنفس دي، وان انا التركيز كله الاساسي جاي عليا انا. لو في دموع، لو في الكلام ده، احنا لا فيش داعي نهول من نفسنا. دي منشات اقتصاديه وحيويه هامه لنا. تمشي في تريل تشم ريحه العطر بالليل وانت ماشي. انت بتشم ايه؟ بتشم ايه؟ بتشم ريحه نشادر. المصنع هو اللي تم انشاؤه الاول ولا طريق اقدم منه؟ لا احنا اقدم من المصنع. وبعد كده المصنع جه من السويس وجم هنا وطالبنا كتير قوي. للاسف الشديد ما حدش بيلبي لنا اي طلب ولا كلام من ده. وقت ما اتعملت في المنطقه دي ما كانش حواليها حي السكان على فكره خالص. احنا نفسنا نشوف حل بامانه زي بقيه الناس. يعني مش عاوز اقول لك ريحه النشادر وريحه الحاجات دي بتعمل ايه؟ انت بتوصل لمرحله اللي انت عينيك بتدمع. اي تجاوز عن النسب القانونيه المقرره اغلاق للوحده المسببه.
كمان المصنع الثاني دي كمان مصانع شهيرة جدا يا جماعة، وهي جزء فعلا من اقتصادياتنا ومن الحركة الصناعية في مصر يعني. لكن الناس بتتكلم عن انه ده بيؤذيها صحيا، المحافظ بيطمن الناس علينا ان احنا نوازن يعني. كمان في ابو زعبل ده مصنع شهير، دي كلها من المصانع القديمة يعني، في المصانع اللي اشتهرت بها مصر يعني. في أبو زعبل أيضا نفس الشكاوى. تشهد منطقة أبو زعبل بمركز الخنكة جريمة بشعة في حق مواطنين، تتمثل في تلوث بيئتهم بأدخنة مصنع أبو زعبل للأسمدة والكيماويات. المصنع ده بيجي من بعد الساعة 6 المغرب لحد الساعة 5 الصبح، مية نار صافية، حامة كبريتيك وحمض كبريتيك مركز على العزبة، مدمر العزبة والمدارس وكل حاجة في المكان. المدرسة مفيش ولا فيها شباك مفتوح، كل الشبابيك مقفولة، وزي ما حضرتك شايف عليها طبقة من كبريتيك. دي شركة اترفها بيجيب فلوس، اترف فيها بيجيب فلوس، يعني قادرين يعملوا لنا كل حاجة، قادرين يعملوا فلاتر، قادرين يعملوا كل يمنع الدخان، قادرين يعملوا كل حاجة. احنا ما بنضرهمش، هنضرهم في حاجة، احنا عايزينهم يعملوا لنا، شوفوا لنا احنا حل، لأن دي شركة كبيرة على مستوى القليوبية، مش هتقفل. حضرتك كل شهر بقى إزازة عربية ده. ليه؟ هو بيطوص من دخانة المصنع، عاملة زي البودرة كده ناعمة. بيطوص على الإزازة ما بيعرفش مساحة تاني. يطلع. نظري ضعف بسبب الإزاز. المصنع ده أذينا أذى جامد، مفيش هنا نبات خالص، مفيش خضرة. الأطفال هنا عايشين من فوار. من حمودة على صدرهم أطفال، هنا موت بطيء، موت. يبث المصنع سمومه القاتلة في البيئة المحيطة وما تحويه من البشر والنبات والحيوان، فضلا عن صرف المصنع مخلفاته في ترعة الإسماعيلية، فتحولت المنطقة الزراعية إلى خراب وأصبحت غير صالحة للزراعة وتحجرت الأشجار. أدي الزرع مندي هوت، وأدي شايفة العفرة والتلوث عاملة في الشجرة. يا ريت وزير الزراعة يشوف حتى البرنامج دوت ويبص على الزهر اللي ناشف والشجر اللي ناشف، ومش شايفة الندوة، ما يرضيش ربنا خالص. دي كوساية أنت كست ترضي تعمليها في بيتك؟ تجيب المرض اللي ياكلها تجيب له المرض. ابتدت انها تتحرق من الاطراف. من الاطراف ومن النداوي ومن التلوث زي ما انت شايفه كده، ومن مشاكل التراب، العفر بمعنى اصح. بيطلع مواد كيميائيه. مواد انت ما تطيقيش تشميها. حضرتك لو قعدت هنا بالليل ما تطيقيش تقعدي في المنطقه تقولي الناس دي عايشه ازاي هنا. احنا عندنا مضيافه اهي. لما يكون عندنا حاله وفاه في العزبه، الناس اللي بتيجي من بره مش بتعزي اللي مات، بتعزي في اللي قاعدين. لا مؤاخذه، لا جاموس ولا لا مؤاخذه في بقر ولا مؤاخذه في لا مؤاخذه حتى الحماره، لا مؤاخذه اللي احنا بنعلقها في العربيه مش موجوده. ليه بقى؟ من الاكل ده بيموت. ده قلاس بنزرعه طول السنه، بيقعد من شهر واحد لحد شهر 12 اللي جاي او واحد اللي جاي. ده قلاس اهو. شوف حضرتك لما نخدم طول السنه ونقلعه هو. حضرتك التين الشوكي ده من النباتات اللي بتتحمل اي درجات من القسوه في الجو والطبيعه القاسيه يعني. هنا مات. في حضرتك الزهره بتطلع صغيره كده وبعد كده تنشف وتموت. الغده الزراعيه بايظه، ما فيش زرع، ما فيش خضار. الاول دي كلها مزارع، دلوقتي كلها قلبها مباني، اتحرقت من دخانه المصنع. اهالي المنطقه اصيبوا بامراض الربو والصدر بسبب ادخنه المصنع وابخرته. الاطفال هنا تعبانين زي الزفت، الاطفال كلهم تعبان صدرهم، كل بيت هنا في جهاز. عندي منا عندها حسان وزميلة على صدرها، وعندي محمد وماهر، والثلاثه جايب لهم جهاز تنفس، لان احنا اقرب مكان لينا ابو زعبل، ما بيننا وما بينها 3 كيلو. طبعا لو عيل تعب بالليل، مين هروح بالليل الساعه 3 بالليل ولا الساعه 5؟ انا وانا حامل جالي موضوع التلوث وتسمم حمل في الشهر التاسع. بسبب ايه؟ بسبب والجنين مات في بطني. احنا كل اللي بنتمناه ان المصنع ده يبطل دخانه شويه لصحة ولادنا، مش لينا احنا خلاص. حلم بسيط يتمثل في هواء نظيف صالح للاستنشاق ومياه ري صالحة للاستخدام. مي عبد الرحمن، العاشرة مساء. قبل ما اطلع فاصل عندنا مريض ايضا بيستغيث، احد اقاربه عمرو محمد. استاذ عمرو اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اتفضل استاذ عمرو، ايه المشكله؟ اتفضل. المشكله يا فندم، احنا في احدى مستشفيات منطقه اكتوبر، المريض جاري مسافر على سليمان،
موجود دلوقتي كان في الطوارئ وكان عنده جلطه في المخ. عايزين ندخل المريض بسرعه جدا وبعدين خلاص اجراءات عادي جدا وندفع ونعمل كل حاجه تمام. هم مش عايزين يعملوا اي حاجه ولا عايزين يطلعوا عنايه مركزه ولا عايزين يعملوا اي حاجه غير لما ناخد فلوس ال 10,000 جنيه. لازم نسدد ال 10,000 جنيه للخزينه الاول. طيب حاضر يا جماعه حالا هجيبها لكم. لا لازم نسدد الاول. المهم ايه ده يعني مش م- م- يعني لو هو بيموت بين الحياه والموت يعني مش هيدخل الا اذا دفع 10,000 جنيه؟ هو ده يا فندم اللي قالوه الدكتور بالظبط. قال لي ده قرار رئيس مجلس الوزراء حضرتك ارجع عليه. ده من اول مستشفى في محيط 5 كيلو. اللي انا عارفه انه قرار مجلس الوزراء انه المريض يدخل وخلال 48 ساعه. هو ده اللي احنا عارفينه كلنا وده اللي انا قلته. والحكومه بتتكفل حتى اذا في مشكله يعني. هو ده يا فندم اللي انا قلته له. بس هو للاسف هنا مش يعني هو مش بيتعامل بالموضوع ده في القرار ده. يعني هو مش متعامل مع القرار ده. انا ممكن ادي لحضرتك نائب الطوارئ اللي قال لي الكلام ده بلسانه. نعم انا ممكن ادي لحضرتك نائب الطوارئ اللي قال لي الكلام ده بلسانه. اللي هو قال لي لا يا فندم الكلام ده مش موجود. احنا قرار مجلس لو موجود جنبك وممكن يكلمنا نكلمه. اتفضل. بس قول له ان هو على الهوا بس. يا فندم دكتور حضرتك على الهوا مع استاذ وائل الجامعه. حضرتك تتكلم معاه. بيقول لي في متحدث رسمي باسم الجامعه حضرتك تتكلم معاه. طيب ما هو يعني خلينا نقول يا جماعه انه لما طب يعني في مريض بين الحياه والموت هيدخل مستشفى. صحيح هو يقول لك ده مستشفى خاص وبفلوس. طب نعمل ايه فيه؟ والثانيه بتفرق معاه يعني كيف يمكن ان ننقذه يعني. طيب الوقت انت في مستشفى ايه؟ اقول مستشفى عادي. طيب خلينا اقولها في المستشفى في الكنترول واحنا هنحاول نكلمهم بقى دلوقتي ونشوف ازاي ممكن يعني نحل المشكله ونفهم. لكن بشكل عام يعني كيف يمكن لمستشفى انها تسيب الناس كده؟ ماشي فندم. طيب مشكور. خدوا التليفون يا جماعه نشوف ازاي ممكن نتواصل معهم. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم وهنناقش معاكم قضايانا المختلفه. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من الحلقة والمتعلق بالمناقشة دعوات إباحة الإجهاض أو الإجهاض الآمن. هل هي دعوات مشبوهة ولا دعوات تنطلق من واقع عملي موجود وبالتالي في محاولة لتفادي بعض المآسي التي تحدث بسبب مشاكل وأزمات اجتماعية؟ هنناقش القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو خاصة ان في كمان مشروع قانون في مجلس النواب هنشوف ايه تفاصيله وهنشرك المشاهدين معانا في هذه القضية. خلوني اقدم ضيوفي الاستاذ محمد عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات. اهلا بيك استاذ مهدي. اهلا وسهلا. الاستاذ وليد زهران المحامي والباحث في قضايا الاسرة. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الشيخ مصطفى علواني الداعيه. اهلا بيك شيخ مصطفى. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. يعني ايه اجهاض امن والدعوه الى الاجهاض عندكم فلسفتها ايه مع انها يعني تهاجم دائما انها دعوه للفسق والفجور ودعوه الى اباحه الزنا في مجتمعاتنا ودعوه للقتل كمان لانك هنا يعني في تخلص من الجنين يعني. تمام. ايه هدفكم منها يعني؟ طيب مفهوم الاجهاض الامن هو الاجهاض اللي بيتم في ظروف ومعايير معينه اللي هو بيتوفر فيه الحاله الطبيه مكان معقم اللي بيقوم بالعمليه بيكون متخصص فيه والمتابعه اللاحقه بعد عمليه الاجهاض بتوفر فيه ظروف امنه للسيدة الراغبة في إنهاء الحمل. ده معنى الإجهاض الآمن. طيب في أي ظروف بنتكلم عن الإجهاض الآمن؟ في الحقيقة المواثيق الدولية معظمها أو كلها اتكلمت عن فكرة الإجهاض باعتباره حق من الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية. منظمة الصحة العالمية. لكن القانون المصري بيتعامل معنا إنها جريمة. القانون المصري هقول لحضرتك
انا هتكلم عن الجانبين. والمجتمع كمان المصري يتعامل معاه لانها هقول لحضرتك يعني اكثر تشددا حتى من القانون. هقول لحضرتك القانون المصري في قانون العقوبات من ماده 261 ل 264 اتكلم فيها عن تجريم كافه اشكال الاجهاض. عاقب فيها السيده وكل من ساعدها كان طبيب او صيدلي او قابله اللي هي الدايه يعني بالبلد. الثلاثه دول الاخرين بيتحكم عليهم لما يصل للسجن المشدد 15 سنه. طيب القانون في ده اغفل ولم يستثنى اي حال على الاطلاق. لم يستثنى الحالات اللي بيعدي فيها الحمل خطر على حياه المراه، لم يستثناها قانون العقوبات. لم يستثنى الحالات تشوهات الاجنه، لم يستثناها، لم يستثنى فيها الحالات التي تعرض فيها النساء للاغتصاب. لانه بيستند للشرع انه حتى لو ولد الجنين مشوها. هقول لحضرتك. هقول لحضرتك. ولم يستثنى حمل السفاح. طيب فيما يخص الشرع، سنه 1959 محكمه النقض اعلنت حكم كان مهم جدا. قالت فيه انه بالرغم من انه فلسفه قانون العقوبات لابد ان العقوبه تكون متفقه مع الشريعه الاسلاميه. دي المادة 60 بتقول كده، انه اي عقوبة ملتزمة انها تكون متفق مع الشريعة الاسلامية. فيما يخص الاجهاض، ليس هناك بدلالة الثبوت ان الشريعة الاسلامية جرمت الاجهاض. هذا هو حكم المحكمة. قال انه في فقهاء اختلفوا في الرأي حول معايير معنى الانسان ومعنى تكوين الروح. اختلفوا من انه بيتم خلق الروح بعد 40 يوم ووصل ل 120 يوم اللي هم الاربع شهور. هذا الاختلاف ما جعلش من الجنين وليس الانسان او الطفل انه نعتبره روح لمده اربعه اشهر الى ان يصب فيه الروح. ده الجزء التشريعي الخاص بالشريعه. فكان الحكم هنا انه المواد العقوبات عن الاجهاض لا تتفق مع الشريعه الاسلاميه. ده حكم فين؟ في ده حكم سنه 59 حضرتك. يعني خلينا في ده الحكم الوحيد. ده الحكم الوحيد اللي قالته محكمة النقض. قانون مصر الآن يجرم الإجهاض بكل أشكاله يعني. أيوة هذا القانون مازال قائم. قانون العقوبات مازال قائم. والحكم الوحيد اللي خرج بيقول فيه أنه المواد التي ذكرت في القانون هي مواد لا تتفق مع الشريعة الإسلامية هو الحكم اللي بكلم حضرتك عليه. مع تطور الزمن تمام، احنا ومنظمه الصحه العالميه اقرت عدد من الظروف اللي بنقول فيها من حق النساء الاجهاض الامن. اقرتها ليه؟ اقرتها عشان الحالات اللي بتعرض فيها النساء للخطر. احنا عندنا 25 مليون حاله سنويا بتخش حالات اجهاض غير مامون، بيتوفى فيها اللي هي بتعمله في السر يعني في حتى لا بظروف مختلفه. انت عايز تقول يعني بدلا من ان تعمله في السر وتموت بظروف مختلفة يعني. السر ده ظروف مختلفة ما بين أماكن غير مجهزة أو في البيوت وبأدوات كمان ما لا تتفق مع أي معيار طبي ممكن يحافظ بيها على حياة النساء. بس دايما يعني بتلاقي بعض المنظمات الحقوقية اللي بتاخد ده لأنها متأثرة بكمان بمطالب دولية وضغوط دولية دايما بتمارس على مصر في هذه الزوايا يعني، سواء في إباحة الشذوذ في إباحة الإجهاض، تتهم بانها يعني منظمات مشبوهه وتخاصم عادات وتقاليد وقيم المجتمع، وبالتالي يعني طيب الهجوم عليها بيكون عنيفا يعني. طيب العادات والتقاليد ده جزء منه هو تطور المجتمع. احنا لما بنتكلم في مجتمعنا هل يمكن انكار انه في نساء ممكن تتعرض للاغتصاب؟ هل يمكن انكار انه في ممكن حمل يحدث نتيجه علاقات حمل سفاح، علاقات محارم؟ هل ممكن ان ننكر انه في تشوهات للاجنه؟ هل يمكن ان ننكر انه في نساء بتتعرض حياتها للموت لو حصل حمل؟ أيوة دي أيوة دي والقانون اعتبر حتى الاجهاض في الحالات التي تتحدث عنها؟ لا القانون لم يعتبر، لو هنتكلم بشكل قانوني لم يعتبر. لائحه الاخلاقيه في الطب ادت الحق للطبيب حينما تتعرض المرأة حياتها للخطر للإجهاض. لا في الخطر أن تتعرض حياتها مش حمل السفاح يعني. ولا حمل السفاح، القانون بيجرم كل أشكال الإجهاض. طيب ما أنا بقول لك ده. طيب ما أنا بقول إحنا كل المطالب إنه القانون يستثنى بعض الحالات اللي الواقع الاجتماعي فرضها علينا من حق الإجهاض. ليه؟ لأنه أولا هو أولا الناجية من الاغتصاب والناجية من علاقات السفاح
حالتها النفسية بتبقى سيئة. الحمل الناتج عندها هو حمل غير مرغوب فيه من صاحبة الشأن اللي هي هتشيل مسؤوليته. ناتج هذا الحمل مجتمعيا غير مقبول. طيب. الطفل أو الطفلة الناتجة عن هذه الأشكال من نتائج الحمل غير مقبول اجتماعيا. طيب. نتائجه عليه مستقبليا وعلى حياته، هكمل بس حضرتك، انه احنا القانون عدلناه فيما يخص عمليات الاغتصاب انه بيسجل باسم امه الاصلية، لكنه مازال عندنا ازمة في تسجيل ونسبه الى اب معين، وبيتم اختيار اسامي معينة. احنا عندنا حالات مر على ولادتها اكتر من عامين بدون شهادة ميلاد. ده معناه ببساطة انه ما بياخدش جرعاته الصحية. كنت تفضل اجهاض المغتصبة يعني هنا بدلا من انها تبقى بهذا، لكن القانون يجر. استاذ وليد عمر، هل شايف ده يعني دعوات مشبوهة هدفها هدم القيم في مجتمعنا والتحريض على الفسق والفجور وإباحة كل أشكال الحمل السفاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وائل بيه، يعني أنا مش ضد تقنينه، بس أنا ضد التطرق ليه أساسا. هنفتح علينا الباب لجحيم ليه؟ أنت دلوقتي بتتكلم عن الإجهاض الآمن، وكان في سمعت دعوات قبل كده اللي هو في حالة إذا كان في خطر على صحة الجنين أو خطر على صحتها، أو الجنين مشوه أو هيأثر على صحتها، أو إذا الجنين نزل هيكون صحته غير سليمة، وسمعنا كلام كتير. لكن أنت بقى زودت دلوقتي السفاح والاغتصاب. أنت عارف يا أستاذنا دلوقتي في حاجات كتير بتحكمها الأهواء، وممكن واحدة متخانقة مع جوزها الصبح، طب بالليل تجهد نفسها. أنت معايا في الكلام ده؟ لا طبعا، هو مش فستان هيرجع. هو إيه؟ مش فستان هيرجع. ما انا بتكلم في كده، لا انا اقصده، لا 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 استاذي، لا استاذي استاذي، انا ما تعتقش، انا ما تعتقش، انا ما تعتقش، انا ما تعتقش. انا شايف ان انا ضد التطرق ليه من الاساس، من الاساس. حتى في حمل السفاح والعلاقات المشبوهه والغير شرعيه مش هتقف. يعني اذا كانت مثلا هتجهد نفسها عشان تتخلص من جنين، عشان تبتدي حياه جديده، مش هتقف، هي مش هتقف. بل اذا كان في خوف ان في يعني بيستعملوا وسائل ان ما فيش جنين يجي، لا هيبقى براحتهم. لا مش فاهم حضرتك، يعني ايه؟ اوضحها لك تاني. حضرتك دلوقتي بتقول على حمل السفاح انه ده يعني هيشجع على العلاقات خارج طبعا طبعا يعني. طبعا وهيكتر منها ويفتح المجال للاهواء. حضرتك لحمل السفاح ايه؟ نعم يتم حضرتك؟ ازاي حضرتك فاهمني يعني تفسير حضرتك؟ مش محتاج تفسير. لا لا فاهمني، يمكن يعني انه مش انه احنا يعني طيب. في ربط غير منطقي ما بين أول ما بنفرقش ما بين الحاجات، في حاجة اسمها العلاقات الرضائية أو العلاقات ما بين شخصين اتفقوا أنهم يخشوا في علاقة، تمام؟ هذا الشكل في الحقيقة ما حدش هيقدر يوقفه. وانت عايز تعطيهم الحق في الإجهاض الآمن؟ ثواني، أنا ما قلتش كده، أكمل كلام. هذا الشكل ما حدش هيقدر يوقفه، ولا حتى تجريم الإجهاض بيوقف النوع ده من العلاقات. ما انت فتح له؟ لا خالص، ما بيوقفش. انت حاطته في، مفيش حد في اسبابك اللي هي بينطبق عن السفاح. يا استاذ انا بقول العلاقات الرضائيه، واحده واحده بس عليا. العلاقات الرضائيه ما بتقفش عشان في قانون بيجرم الاجهاض، يعني كده كده مستمر. ثواني العلاقات الرضائيه ما بتقفش للسبب ده، تمام. طيب الناجيات من الاغتصاب، هل حضرتك شايف انه الناجيه من الاغتصاب اللي تم الحمل فيها بشكل بره رضاها وتحت ضغوط، هل هذه السيدة الناجية من الاغتصاب لما يتم فيها إقرار حقها في التخلص من هذا الجنين إنها هتروح بنفسها تغتصب مرة أخرى؟ هل احنا حمل السفاح وزنا المحارم اللي في الأساس بيتم مع فتيات صغيرات، اللي بيقوم بالعملية دي هو ذات سلطة عليها، يعني بيبقى الأب، الأخ، الخال، العم، ذات سلطة. مجتمع أخلاقيا لا يسمح بالإباحة بهذا، لا تستطيع البنت الإباحة إنه حد من العيلة عمل ده، تمام؟ فبالتالي هي وقع تحت ضغط إنه لم يتم هذا برضاها. فأي علاقات ممكن تزيد إن كانت الطرف الأساسي يعني اتعاملنا مع المرأة إنها إنسان كامل له حق الاختيار، إنها تم الحمل طيب. ده بره إرادتها. طيب إيه العلاقات اللي ممكن تزيد؟ لكن هنا طيب خلينا أسأل الشيخ مصطفى، يعني هنا ده بتشوف دي
يعني هو عنده بيقول لك في اسباب اجتماعيه متعلقه بده، وهي مطالب دائما بعض المنظمات الحقوقيه بتاخدها، وفي مشروع قانون في مجلس النواب بس ضيق جدا يعني محدد فيه ان يكون في خطر على صحه الام. لكن هل في المطلق بهذا الشكل يعني؟ اي مطلق يا استاذ؟ بسم الله. ما كده بقى، ما كده كتروا. انا حددت اربع حالات واضحين تمام. ما كده كتروا. خطر على حياه الام، تشوه الاجنه، الاغتصاب، حمل السفاح. مع احترامي، اربع حالات. مع احترامي لا ده فتحت القوس. ده اللي كان يتكلم قبل كده يا وائل. فين يا وائل بيه اللي كان يتكلم قبل كده؟ كان يتكلم في حاجتين، ده فتحت القوس. مطلق في المجتمع؟ ما هو احنا نجاوب بس عشان نحط الحاجات في موضعها. هل الاغتصاب المجتمع المصري كل يوم الصبح بيقوم يمارس الاغتصاب عشان نتكلم على انه مطلق؟ لكن هي ظاهره، هي ظاهره طبعا. هي ظاهره لكنه مش مطلق. ليها خصوصيه. لكن الحمل السفاح يمكن ان يكون، السفاح ممكن يكون بقى حمل السفاح مش المقصود بيه العلاقات الرضائيه ما بين طرفين. حمل السفاح مصوب فيه زنا المحارم بشكل واضح، والعلاقات المغتصبه من داخل الاسره مش محطوط فيه اصلا العلاقات الرضائيه. العلاقات الرضائيه دي علاقه اختارت ما بين طرفين، لكن ما اختارتش الانجاب. تمام. احنا يعني جاء الجنين فيسمى ذلك طفل سفاح. يعني لا احنا يعني يقول لك كنا بنحب بعض ثم جاء طفل سفاح. تمام. يعني احنا لو ده موجود بالعلاقه، لا لو ده موجود، لو ده موجود احنا علينا نعترف بامهات عازبات ونعترف بالاجنه الخارجه عن هذه العلاقه وننسبه للاب الحقيقي. طيب في حالات حمل السفاح داخل مؤسسه الاسره، خلاص لو القيم الاجتماعيه، هل حد هيقبل انه يبقى خال واب في نفس الوقت، جد واب في نفس الوقت؟ كم حاله طيب، كم حاله ذاتها؟ وانت ليه قايل حتى لو حاله واحده انه يجي طفل من النوع ده؟ طيب خليني اقرا، لانه دايما في الخفاء يصطدم كل الصحه اللي في مصطفى. لو سمحتوا يا جماعه تطرح الامور ليه يا استاذ؟ وانت راضي بيها بالخفاء؟ ما هي اصلا جريمه بتتم في الخفاء، وظهر القانون بيعاقبوا عليها. انا بسال حضرتك سؤال، يا استاذ الفاضل، انت راضي؟ الجريمه اصلا جريمه مخفيه. بسال حضرتك جريمه مخفيه. انا بسال لو انت معتبرها جريمه يا استاذ الفاضل، انت راضي ان المجتمع يبقى فيه جرائم؟ رد على سؤالي وكمل. اسمعني، انت راضي بجريمه مخفيه يا استاذ الفاضل؟ هي اصلا جريمه مخفيه، اذا اتعرفت اللي عملها بيعاقب. انت فتح لي ده، حتى اللي كان بيتكلم انت بتعترف. خلي بالك اباحه الاجهاض فيها مش هيقلل زنا المحارم. يعني مين قال؟ لا بس بينجو. اذا انت بتتكلم عن الجريمه وبشاعتها، بينجو بالناجيه، بينجو بالمراه اللي سلبت منها جزء من جسدها برا ارادتها. طيب وهل هي ما اضهضتش نفسها؟ بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وبعد. بداية يجب ان نعلم ان حق الجنين يجب ان يعرف، ويجب ان نعلم ان هذه روح لا ينبغي بحال من الأحوال أن تجهض بطريقة غير شرعية. وعندما نتكلم في هذا الموضوع نجد أن هذه غريزة أو غاية اتفق فيها الجميع، غاية أن كل إنسان يريد أن يكون له ولد. حتى الأنبياء من قبل، نبي الله إبراهيم عليه السلام كان بلغ من العمر أكثر من 80 عام، ومع ذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده الولد وأنجب في هذا السن. ونجد أن سيدنا زكريا عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون عنده الولد، دعا ربه أن يكون عنده الإيه؟ عنده الولد، وطلب من ربه هذا الطلب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الإيه؟ الوارثين. فاستجبنا له رغم أن زوجة سيدنا زكريا كانت لا تنجب، كانت عاقر، يعني آلة الإنجاب عندها معطلة، ومع ذلك طلب الولد فأعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة الولد. فينبغي أن نحترم هذه النعمة العظيمة التي يعني يتفق فيها الجميع. فعندما نتكلم عن قضية الإجهاض يجب أن ننظر إليها نظرة شرعية، هل الشرع أباح الإجهاض أم لا؟ عندما يعني تمر المرأة بأربعة أشهر من الحمل، بعد أربعة أشهر اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض، على حرمة الإجهاض، ولكن هناك حالات استثنائية. هناك حالات استثنائية أباح فيها الشرع أن الإجهاض،
الاباحه الشرعي فيها الايه؟ الاجهاض. زي ايه مثلا؟ يعني عندنا مثلا المراه اذا تسبب هذا الحمل في وفاه المراه او تعب المراه. فنحن نبقي على الاصل ونترك الايه؟ الفرع، نبقي على المراه اللي هي الايه؟ الاصل ونضحي بالجنين. فاذا في حاله الايه؟ في حاله اذا كانت المراه سوف تهلك بهذا الايه؟ بهذا الانجاب. وفي الحاله اخرى اذا كان الجنين مشوها، مثلا اذا كان الجنين مشوها اباح الشرع بالاجهاض، ولكن اذا كان هذا الجنين المشوه فيه ضرر على المراه. اما اذا كان الجنين ليس عليه اضرار، ما فيش اضرار على المراه، لا يبيح الشرع الاجهاض. اما في الحالات اجهاض يعني ضرر صحي على المراه في تشوه الجنين، ضرر صحي على المراه، اما اذا كان لا يعني ما يتسببش هذا التشويه ده بالضرر الصحي على المراه لا يجوز الاجهاض. طيب لان هذه لا يختلف عن الحاله الاولى. المهم انه يعني في حاله انه اذا في اذى صحي على المراه هنا يبقى في اباحه. طب الاذى ولا الاذى الصحي؟ لان الاصل ده الاذى ولا الاذى الصحي. احنا حضرتك اتكلمت على حالتين في سياق واحد. قلت الخطر على حياه الام، وفي الجانب الثاني برضو في التشوه هو خطر على حياه الام. الاذى الصحي فقط، انت عايز الاذى المعنوي بقى، انت بتركز على الاذى المعنوي. لا انا بساله وكمان وكمان من داخل الكلام ده ايه؟ ان عندما يعني عندما اباح الشرع باجهاض المراه في هذه الحالات لابد ان تعرض المراه على طبيب ثقه عنده ضمير حي هو الذي يعني يقول هذا الكلام. اما قبل الاربعه اشهر الاول فهذه مساله خلافيه بين العلماء. الاحناف قال بالاباحه مطلقه، والشافعيه قال بالحرمه. الشافعيه قالوا بالحرمه. فانت عندما تتكلم في الاجهاض على اطلاقه لا يجوز طبعا. انا ما اتكلمتش، لا يجوز الاجهاض على اطلاقه. انا كنت واضح يا شيخنا تماما، قلت انه في اختلاف في الراي وليس هناك ادله ثبوت على تجريم الاجهاض. ده اللي انا قلته نصا. قلت انه الفقهاء اختلفوا تمام، وقلت كمان ما قلتش اباحه الاجهاض بشكل عام. انا حددت اربع حالات واضحين: الخطر على حياة الأم، تشوه الأجنة، الاغتصاب، وحمل السفاح. أربع حالات بيتم استثنائهم وفقا للقانون ينظم هذا الشكل بما فيها الأحكام الشرعية ديت. الأحكام الشرعية ديت بتنزلها على الاغتصاب والحالات اللي حضرتك بتتكلم عنها ديت، بتاخد نفس الأحكام، مش هتاخد حكم لوحدها. يعني هل من حق المغتصبة الإجهاض؟ ما انا بقول لك نفس الاحكام اللي انا قلتها لحضرتك هي نفس الاحكام. يعني من حقها، انا فاهمه من حقها. من حقها ازاي؟ اذا كانت مغتصبه وحصل حمل، هل من حقها التخلص من هذا الجنين؟ انا عارف ان القانون بيجرم. هو بيتكلم في الجزء الشرعي، فانا بقول القانون يجرم كل انواع الاجهاض. القانون يجرم. انا بسال حضرتك اذا كانت هذه المراه. الشيخ مش جاي يتكلم في القانون، الشيخ جاي يتكلم في الشريعه. اذا كانت المراه ثواني، اذا كانت المراه المغتصبه هذا الجنين كده يعني على طول. يعني إذا كانت المرأة المغتصبة هذا الجنين ليس هناك أضرار طبية ولا جسدية ولا غيره، فإذا لماذا الإجهاض هنا؟ أنا عايز أوصل لك بس لماذا الإجهاض هنا؟ لأنه هل من الدين أن يقبل أن يتم حمل بغير رضا طرف؟ يا أخي من الذي وضع الحياة؟ يا أستاذ مجدي من الذي وضع الحياة؟ أنت بتفتح علينا أبواب جهنم ليه يا أستاذ مجدي؟ حضرتك قلت شرعا انه لغايه الاربع شهور ليه ده ليس حياة. يا وائل بيه، حتى الكلام الاولاني اللي كان هيعقل اللي هو في حاله يا استاذنا، انا برد بس عليه في الجزء الشرعي واحده بس عشان احنا مش بنتخانق. احنا بس مش بنتخانق. هو قال، ما انا برده حسمها لك اربع اشهر. هو بيقول الحياه قبل الاربع اشهر شرعا ليست روح. متفقين على ده ولا مختلفين؟ لا وفي اللي قال حرام مطلق سواء قبل الاربع من اول يوم لحد طيب. في الدين في رحمه الله احنا بناخد باخف التفسيرات مش في اشدها تمام. فاخف التفسيرات قال اربع اشهر لا يوجد روح، بنتعامل معاه وفق ما قال فضيله الشيخ المفتي انه زي نبته النبات يتحرك ولكنه بلا روح.
فحضرتك دلوقتي الحديث عن الحياة قبل الأربع طيب. شهور هو أمر مش شريعي. وبعد الفصل هنكمل معك. مشاهدينا نحييكم من جديد. دعوات الإجهاض الآمن هل هي دعوات مشبوهة ولا تنطلق من واقع عملي وتحاول أن تنهي في بعض المآسي التي تحدث؟ خلوني أقدم الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب. دكتورة أمنة أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذ وائل. أهلا بحضرتك. خليني أسأل ومعايا كمان دكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب. دكتور أيمن أهلا بيك. سؤال حضرتك والسادة دي وحضرتك والمشاهدين. دكتور أيمن قبل ما أسأل الدكتور أنا نصير عايز أسألك المشروع اللي أنتم مقدمينه المتعلق بالإجهاض الآمن حدوده إيه؟ ما هو مفهوم الإجهاض الآمن؟ طب يعني سؤال أنا أوضح لحضرتك. هو القانون مش يعني ليس له علاقة بالإجهاض الآمن بقدر ما هي مادة مقدمة مادة بتتكلم هي المسؤولية الطبية. مشروع قانون مسؤولية طبية مش كده يا فندم؟ هي طبعا مش بتتناول إجهاض من حيث الناحية الاجتماعية زي ما سمعت من تشوف حضرتك ولا من ناحية الشرعية. هي بتحدد مسؤولية الطبيب بتحديدا امتى يحق له ان يقوم بالإجهاض والموافقات المطلوبة والتحاليل المطلوبة لعمل عملية الإجهاض دي. فطبعا هي بتتطرق لنقطتين بس. نقطة حياة الأم في حالة تعريض حياة الأم للخطر. في الحالة دي على المريض أن يأخذ الموافقات المطلوبة من الأم والأب في حالة وعي الأم أو من الأب بوسيلة مكتوبة على أن تكون حياة الأم معرضة للخطر من استمرار الحمل. الحالة الثانية هي تشوهات الجنين التي تعيق حياة الجنين في المستقبل، ودي بتبقى بموافقة الأب والأم بعد تحاليل وفحوص وخاصة عينات رينية. العلم تقدم جدا سواء من تحليل الأمنيوتي اللي حوالين الجنين أو تحليل أنتيكة الجنين بتحدد بالضبط التشوهات اللي ممكن تصيب الجنين وتودي بحياته في أقرب فرصة من عمره. وطبعا بيكون يعني أنت الإجهاض الآمن محدده في نقطتين، أن تكون حياة الأم في خطر وأن يكون الجنين مشوها يعني. بالضبط. ولم أتعرض طبعا للناحية الاجتماعية المصارعة أو طبعا. وطبعا أنا سألت طبعا في دار الإفتاء فعلى نقطتين دول وأجازوا هذه النقطتين يعني طبعا. وإلا القانون يبقى بس القانون الحالي يجرمهما يعني يجرم الإجهاض بكل أشكاله. للأسف القانون الحالي بيجرم كل أنواع الإجهاض حتى لو كان يعرض حياة الأم للخطر، وده أنا شايفه أنه هو يعني خطأ تشريعي حتى ما يمشيش مع المادة 2 من الدستور. انما احنا طبعا عشان نطلع قانون لازم يكون ماشي مع الشريعه الاسلاميه. طيب. خليني اسال بقى الدكتوره امنه نصير. دكتوره امنه هل ده يمكن ان يفتح ابواب الاجهاض او التحايل من اجل الاجهاض ما قاله الدكتور ايمن؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للزميل الفاضل الدكتور ايمن. ما قاله الدكتور ايمن صحيح شرعا، لأن الأم هي الأصل، وفي هذه الحالة يكون الأصل مقدم على الفرع على أن يتم ذلك قبل بعث الروح، يعني في 120 يوم الأوائل، أما بعد ذلك فهناك طبعا تحريم. هذه واحدة. وفي تشوه الجنين، وفعلا وفي تشوه الجنين الذي يجعله بعد ذلك أنه يكون عبئا على الأهل وعبئا على نفسه. لا مانع، وبالشرط اللي أشرت إليه المدة الزمنية قبل أن يدب الروح في الجنين. فأنا بتفق تماما، وهذا ما يعني اتفق عليه الفقهاء في المراجع التي تحترم في هذا الأمر. ما عدا ذلك فإن الاعتداء على الجنين لأسباب أخرى فيها انحراف، فيها اعوجاج، فيها خشية الإملاق أو يعني خشية الفقر باللغة المعروفة، هنا يحرم، لأن
هذا نوع من القنوط، انما نتعلم العمل والاجتهاد طالما قبلنا الانجاب. معايا الاستاذ مجدي، وهو يعني معبر في منظمات حقوقيه كثيره بتزود في الحالات اللي اتكلم عنها الدكتور ايمن. هو اتكلم عن الاغتصاب واتكلم كمان عن الحمل السفاح، بيطالب باباحه الاجهاض فيهما يعني. اتفضل يا دكتور. انا هذا ما ارصده حتى لا نفتح باب الرذائل والرذيله. يعني ده انا ارفضه تماما ولا اجد له لا مسانده ولا مبرر. طيب دكتوره امنه بعد اذنك، هل فتح باب الرذيله للناجيه من الاغتصاب الذي تم اغتصابها عنوه ده بيفتح باب الرذيله؟ لا، اللي اغتصبت اغتصاب عنوه وغيله هنا تطهر منها لان ده نجس. لا انا بس هذا حمل النجس، ويعني يتبادر على طول من وقعت في هذه المأساة أنها تتطهر منه. يعني من حقها الإجهاض. هنا بقى يبقى أنا بعتبرها التعبير الأدق تتطهر من هذه النجاسة مباشرة. طب تمام. ما تجعلهوش يبقى وينمو، لا. تمام، احنا ما قلناش احنا بس انت كده تبيحي لها ان تجهض نفسها. لما جهضتش. انا بقول المصطلح الادق تتطهر من هذه النجاسه. طيب في زنا المحارم يا دكتوره. كذلك ايضا، ما كلها دي نجاسه. شكرا. شوف يا استاذ وائل، كل النجاسات التي تتم عنوه او التي تتم في تحت سقف الارحام هذه كلها نجاسة تتطهر منها المرأة فورا. بس حتى القانون الحالي يا دكتورة يجرم ذلك تماما، و يعني يعتبر كل الأشكال التي تحدثنا عنها دلوقتي مجرم فيها الإجهاض. يعني القانون هنا يغلق الباب لدخول هذه المفاسد، لأن هنا التطهر من هذا الأمر في البداية خالص. دكتورة لو سمحت، القانون العقوبات في مادة من أول 260 ل 264 لم يحدد ولم يستثنى ولم يحدد فترة ولم أجرم كل أشكال الإجهاض وعاقب عليها الأم ومن يساعدها من أطباء أو صيدلي أو قابلة بالسجن المشدد 15 سنة. ده نوع من الضوابط والفرامل للحالات التي أشرت. لم يستثنى. يعني لو هناك فتاة اغتصبت وذهبت لتجهض نفسها تتعرض للعقوبة. في هذه الحالة يتم تعديل القانون. القانون ليس قرآن منزل. هذا طيب. عمل بشري ممكن ان يحدث ويضاف اليه. لو سمحت لي يا دكتور ارد بس على حاجه. هرد بس معايا الاستاذ احمد سميح درويش، يعني عضو مجلس. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا وائل بيه. استاذ احمد، هل انت موافق على اباحه الاجهاض في هذه العناوين؟ يعني مش بس حياه الام في خطر او الجنين يمكن ان يولد مشوها. الدكتوره امنه بتقول لا مانع كمان في من تتعرض للاغتصاب او من تكون ضحيه لزنا المحارم. يعني اتفضل. والله انا كان ليا شرف التوقيع مع الدكتور ايمن ابو العيلة الزميل العزيز على هذا القانون، وهو تحت المسؤوليه الطبيه، وهو عباره عن 58 ماده لم تتحدث الا ماده واحده عن الاجهاض. انا تماما مع ان الاجهاض يتم في حالتين فقط، وهي الحاله اللي هي بيتم فيها بيكون الام في خطر على حياتها، ودي طبعا بيبقى المسؤوليه الطبيه على الطبيب اللي عايز ياخد قرار في اثناء العمليه او قبلها بثواني علشان يعملها، ده بيحميه. وفي حاله اذا كان الجنين مشوه، لان احنا عارفين كلنا ان الجنين لما بيبقى مشوه او الطفل بينزل مشوه كم من المعاناه التي يعانيها اهله اولا والمجتمع كله وهو شخصيا، فهم الحالتين دول فقط. انما الاغتصاب او زنا المحارم انت ضد. انا اقصده محترم يا استاذ وائل. انا عايز اقول حاجه، ان ليه في بعض المنظمات الحقوقيه بتتلقف اي تعديل تشريعي بيعمله مجلس النواب لضبط هذا لضبط المجتمع وتحاول ان تحوله
الى الانفلات، وان المجتمع يكون في حاله انفلات ورذيله. ليه الاتهام ده؟ ليه الاتهام ده مبني على ايه يا استاذنا؟ هل حمل الاستفاء على اساس ان انا هقول لحضرتك حاجه، انت قلت حاجتين، قلت في التشوهات هي حمايه للاسره وحمايه للمجتمع، تمام. هل الحمل الناتج عن الاغتصاب اجهاضه مش حمايه للاسره وحمايه للمجتمع؟ الاغتصاب في القوانين، الحمايه في قانون العقوبات زي ما حضرتك ذكرت من شويه، دي كافيه جدا العقوبات اللي بتتم على الاغتصاب. اي اغتصاب؟ القانون بقى. القانون لما بيعاتب المغتصب الام الناجيه من الاغتصاب حامله هذا الحمل. خلينا نفتح له بس مجال عشان هو على التليفون، اتفضل. طيب هل انا افتح المجال بقى للمنفلتات وان مين قال كده؟ قررت ده منين يا استاذنا الفاضل سياده النائب؟ قررت ده منين؟ انا اوضح منه على حاجه. انا عندي هم الحالتين فقط، هم الحالتين اللي احنا ذكرناهم فقط. اما بقى اذا كان موضوع الاغتصاب، فالاغتصاب ليه اجراءات قانونيه، وانا مع الراي اللي هو بيقول ان التطهير ده بتعبير الدكتور امنه ده تعبير مناسب جدا، لكن قبل ما يتكون الجنين، انما انا مش هقعد استنى لما يتكون جنين 120 يوم وبعدين اشوف دي كانت اغتصاب. يا جماعه اسمه اجهاض علمي، في حاجه المسؤوليه الطبيه ده قانون طبي، في حاجه مهمه بس يا استاذ، بس انا عايز اسمعه، انا عايز اسمعه عشان اوصل لمعلومه. طيب يا جماعه بس لو سمحت، يعني ما هو قبل اربع شهور كمان يسمى اجهاضا يا 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 استاذ احمد؟ أنا لا أستطيع إن أنا أجهد نفسي من الاغتصاب إلا إذا كانت تحت الشرطين دول، إنما من الاغتصاب لا، الاغتصاب ليه إجراءات تانية وليه قوانين رادعة. اللي هي إيه يا أستاذنا؟ لكن ما أقدرش أجي أنا على الـ على الـ على النفس اللي تكونت وأجهدها، ما ينفعش. اللي هي إيه يا أستاذنا؟ القوانين اللي هي إيه؟ قانون العقوبات للمغتصب قانون العقوبات جرم كل أشكال الإجهاض بما فيها المغتصبة. أنا في قانون أخرى أنا بعمله دلوقتي، القانون اللي بالتعديل اللي أنا بعمله دلوقتي إن أنا بستثنى الشكلين دول فقط. بس أنت بتستثنى حالتين فقط، حياة الأم في خطر أو الجنين يولد مشوها. إنما طفل الاغتصاب شايف إنه لابد أن يبقى على قيد الحياة. طفل الاغتصاب ملوش ذنب، ليه يقتل؟ ليه ده قتل نفس غير نفس؟ ليه؟ فين النفس؟ فين النفس اللي كان قبل أربع أشهر ما فيش نفس؟ فين النفس بس موجود. احنا بنخلط الاوراق على ليه؟ على فكره ده لا مش خلطه اوراق يا استاذ. فين النفس قبل الاربع اشهر؟ ما هو لو قبل، لو هي القضيه عندك انها قبل اربع اشهر يبقى تبيح الايجاد في المطلق بقى. اي مطلق؟ احنا بنقول في حالات الاغتصاب. انت اذا كان الفيصل عندك انها ليست نفسا دول فقط، في الحالتين دول دلوقتي هو بيرد انها نفس. هل المغتصبه ما لا تدرك انها حامل غير بعد مرور اربع اشهر؟ في ايه يا جماعه بس؟ هل الاغتصاب ده اللي بيتم والواقع عليها الجرم اللي بيقع عليها الجرم تحسبا لاي موقف زي ده دكتور امن؟ خلاص بعد ما بتعرف انها دكتور ايمن في النقاش ده موافق على راي الاستاذ احمد سامح انه لا يجب زياده حالات اباحه الاجهاض عن الحالتين اللي انتوا قلتوا عليهم، لان ده يمكن ان يفتح الباب. أنا عايز بس أوضح أولا، يعني لفظ إجهاض بيطلق على ما قبل الأربع شهور الأولى، لأن بعد كده بيبقى يعني نوع من تخلص من الحمل المبكر اللي هو قد الجنين يعيش وهو عنده خمس شهور على فكرة في حضانات. فالموضوع موضوع دلوقتي الناحية الاجتماعية والناحية الشرعية، عشان أنا أقول رأيي في بعض الحالات اللي بنشوفها في المجتمع، مثلا بنت بتبقى عندها تخلف عقلي وتم اغتصابها وبتبقى عايشه في مأساة طبعا ان الطفل ده هيجي، لكن انا ما اقدرش، انا كطبيب وكمشرع ما اقدرش، لازم اعمل لجان استماع مع جهات الفتوى في الازهر والكنيسه عشان اسمع رايهم في هذا الموضوع. انت تفضل احاله ذلك دكتور ايمن لجهات الفتوى، بس قبل تحويل الفتوى عليا يبقى نص مكتوب. النقطه الثانيه اللي عايزها عليا نص قانوني مكتوب تفتي فيه الفتوى. يا واحده بس اكمل فكرتي يا فندم. اسمعوا اتفضل. اللي انا بوضحه بس هي الخطا كمان الشائع ان حكايه في بعض الاحيان الام بتتعرض لخطوره جسيمه وهي في الشهر السادس على سبيل المثال، واشهرهم تسمم الحمل لما الست رجليها بتورم وبيجي لها تجمع مائي جوه وبيبقى مؤثر على القلب ويؤدي للوفاه. فالموضوع مش موضوع 40 يوم، 40 يوم دي او 120 يوم دي مربوطه في تشوهات الجنين، انما الام عندما تعرض حياتها للخطر قد نحافظ على يعني ننهي الحمل وقد يحافظ على الجنين في حياته او جنين يتوفى، لكن الام في اي وقت لو تعرضت للخطر يؤدي الى وفاتها الطبيب له دون ان تكون عليه مسؤوليه طبيه ان يتدخل في اي توقيت.
فبرضو انا عايزين نتكلم عليها من ناحيتين، من ثلاث نواحي الحقيقه. الناحيه الطبيه وهي دي مسؤوليتنا، الهمه الناحيه الاجتماعيه والناحيه الشرعيه دي محتاجه الحقيقه حوار مجتمعي طويل ومطول ما بين الازهر والكنيسه ودار الافتاء. طيب دكتور ايمن اسمح لي بس، عشان احول قضيه للافتاء لازم يبقى عندي نص واضح قانوني تفتي فيه دار الافتاء. انا مش هروح اسال في المطلق، انا بقول ان يبقى عندي نص قانوني بيبيح فيه الاجهاض للنساء في حالات الخطر على حياتها وتشوه الاجنه يا فندم، ده دور لجلسه وحمل السفاح، اتوجه بهذه الماده الى دار الافتاء تفتي فيها، لكن انا مش هتوجه بدون ماده. لا ده دور لجان الاستماع في المجلس، ده دور التشريعي انه يتوجه بالماده للفتوى مش في المطلق. نسمعه بس عندما تناقش هذه الماده، لو حضرتك في فكره اضافه اي شيء اخر غير الحالتين اللي قلناهم، يجب ان يكون هناك لجان استماع، لان القانون هيطعن بعدم دستوريته لو يتناحر مع الشريعه الاسلاميه. فانا فهذه الحاله مش هتطرق لهذه النقطه الا بعد هذه اللجان الاستماع، لكن انا مع حضرتك ومقدر حماس حضرتك لبعض الحالات اللي بنشوفها في المجتمع، لكن ده ما اقدرش اعممه لان قد تستغل غلط وقد تخش في متاهه الحقيقه فيها عيب، يعني حاجه غير شرعيه. لا وفي حاجه كمان بس يا وائل، هل يا دكتور سؤال بس للدكتور، حتى في تشوه الاجنه اللي حضرتك ذكرته، لما نرجع للمذكره التفسيريه للقانون هيحدد معنى تشوه الاجنه وانواعها واي الانواع التي يطلق عليها تشوه القانون، وهنشكل لجنه طبيه الماده تحدد استاذ مجدي متقدمه ايه نوع التشوه الطبيب. يا استاذنا يا صلاح صوحت، وهنشكل لجنه طبيه تحدد نوع التشوه، فبالتالي هنا انا قفلت الباب لفكره العموميه، لانه القانون اللي هيتحط فيه مواد هيبقى فيه مذكره تفسيريه ولجنه طبيه تقرر فيها اي حاله تستحق. يا خليني بس دكتورة أمنة لو عايزة تقولي تعليق أخير اتفضلي. الحقيقة يعني أنا أود في هذه الحالة كما تفضل الدكتور أيمن، إحنا الفقهاء اتفقوا على البندين اللي إحنا قلناهم في حالة الخطورة على الأصل اللي هي الأم. مسألة بقى الحمل السفاح ده انا بعتبر ده نجس يتخلص منه من وقع في هذه الجريمه. ما عدا هذا لابد ان تستفتى دار الافتاء بالاجماع من هذه الجهه المختصه بهذه القضيه. وشكرا. طيب بشكركم جميعا. ناخذ تعليقات اخيره من ضيوفي. استاذ وائل انا مبدئيا يعني هو المواد المقترحه عن مسؤوليه الطبيب، يعني الطبيب اللي هيجرى عمليات الاجهاض عايز يفرق ذمته في حالتين قدام منه، لقى جنين مش هو هيعمل ايه؟ طب انا دلوقتي دي في اجهاض، يعني بيدور على مبرر انه يكون بيعمل شيء قانوني مش غير قانوني، وده من حقه انه يطلب زي ما هو عايز. اما ان معليك تفتح القوس، فانا شايف ان دي دعوات بتساعد على انتشار الفساد في الارض، بل باكتر من ذلك انت بتعمل الفساد قانون بيحمي. تمام، دي وجهه نظري. وان كان الاجهاض بيتم في الخفاء فانت عايزه يطلع للنور، وانا ضد ذلك برضه. طيب يبقى اذا هل طيب تبيح الفساد؟ طيب اولا في الأرض المسؤوليه الطبيه هي الانحراف والرذيله. طيب اولا قانون المسؤوليه الطبيه هو تنظيم العلاقه ما بين متلقي الخدمه ومؤدي الخدمه، اللي بنحدد فيها دور الطبيب، امتى بنعاقب الطبيب على الاهمال. يعني مثلا لما ينسى فوطه في بطن المريض، خلينا بعيد عن قانون المسؤوليه الطبيه، انا بس فيها بعيد عن المضمون في اللي هو قاله. يعني انت يعني اي اباحه، ثواني بس، هل دافعك نبيل ولا هنا انت بتتعثر في مجدي بي يعني منظمات حقوقية دولية تطالب مصر دائما ب أي إباحة للفساد؟ إذا كنت بقول أن الحمل التي أجبرت المرأة عليه نتيجة الاغتصاب من حقها التخلص منه، أي فساد في هذا المطلب؟ هل ده نقطة؟ النقطة الثانية، الأستاذ بيقول يتم الحمل في الإجهاض في الخفاء وهو صحيح، فأنا بسأل هل هناك مجتمع بيحترم مواطنيه بيقبل يعني أنا وجود الإجهاض في الخفاء؟ تعالي انت اغتصبت انت حامل ولا لا، او يلا جهد نفسك. هل الإجهاض في حالات معينة بنحترم فيها حق الإنسان في الحياة وحق المرأة في المجتمع وانها تتوجه؟ ما هو الإجهاض في الخفاء جريمة بيعاقب عليها القانون، يعني في هو بيقول في هو بيقول بشكل واضح انت ليه عاوز اللي في الخفاء يطلع في النور؟ ده سؤاله. طيب انا عاوز اللي في الخفاء يطلع في النور حفاظا على كرامة البني آدمين، لانه
النساء اللي بتتوجه في الخفا بتتعرض للسفاح كرامتها في وابتزاز يعني السفاح دي يعني انا عايز شكل الكرامه اللي بتحافظ بيها على شكل واحده حملت من سفاح هي يعني هي مهانه انها حملت من سفاح حمله غصب عنها هي غلط. هي بتدفع اي فعل خطا جرمه شرع وقانون اي فعل خطا هي ارتكبته حملت يعني حملت غصب عنها حملت دون زواج بدون يعني. يعني في علاقات زنا المحارم اللي بيتم لا بعيد عن زنا المحارم مش كل الشعب كله بينام مع بعضه يا استاذ انا ما قلتش كده انت اللي عاوز تعمل ده انت اللي بتقول انا بقول كده. انا بقول يا استاذ ما قلتش الشعب كله بينام مع بعضه يا استاذ طرف الكلام انا بقول الحمل الناتج الحمل السفاح تعبير ينسحب على حاجات كتير مش زنا المحارم زنا المحارم تعبير مختلف طيب انا قلت مصطلح مختلف يعني طيب حمل طيب حمل في توضيح بسيط اتفضل. طيب بس ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الا بالحق تمام وانت بتتكلم يعني في الغالب احنا حتى الناس اللي اتصلت واحنا متفقين على حاجه واحده واللي الشرع قال واللي الفقهاء قالوا الخلاف في موضوع الاغتصاب هل يجوز فيه الاجهاض ولا لا الدكتوره قالت ان تطهر نفسها من هذا النجس ولكن الدكتوره تقصد في بداية الحمل يعني في حالة النطفة اسمه إجهاض ثواني ما هو إجهاض ثواني ماشي في حالة النطفة أما إذا تكون الجنين في بطن الأم ونفخ فيه الروح كما جاء في الحديث والصحيح ما ده أقل هنا يقع الحكم ثواني بس نسيبكم تتكلموا من ساعة ما كلمتش يعني هنا طيب. نفس الحكم اللي تاخده المرأة التي حملت حضرتك بتقوله ده ما ينفعش نكتبه في القانون ثواني القانون ثواني بس دلوقتي بس كل شيء ثواني في ثانية واحدة احنا دلوقتي بنتكلم ان كل حاجه تبقى لها ضوابط تبقى محكومه هذه الضوابط ما ينفعش نعملها قانون ما ينفعش ان احنا نتكلم بدون ضوابط طيب يعني مثلا ثواني بس ثواني يعني ما ينفعش ان واحد عشان الوقت انا يطلع يقول لك ثواني هذه الضوابط ما ينفعش تحط في قانون يا سيدي نحط في قانون ما قلناش حاجه بس احنا بنقول ايه بنقول اذا طبعا نفترض ان القانون خالف الشرع يبقى قانون ولا الشرع يعني انتوا دلوقتي اتفقتوا على احنا بنتكلم اذا اختلف القانون مع الشرع لا الشرع يقدم على القانون في المجدي الضوابط الشرعيه اللي ذكرتها ما ينفعش احطها في قانون يا سيدي احطها بس طيب خلاص اشكركم جميعا وغدا ان شاء الله نكون معاكم في حلقه جديده